ايت مدي استماع الزول في اللون الزول غيفون الزول دي كان يقول غيك اللي بدار كون داغن سبراك راديو امين دانو دانو تيني بركة ديتنا خو غواصنا غصة دورني تمسير تليز لنسا وغواص ان الرياضة ان شاء الله فدا جيس نسبركة كراني عري من نباهرة احلان فانية تيفوت اللي باهرة ازيلنا اتزلان نتربوت نمين دانو درس نتيني بركة ديتنا غصة غماس راديو امين دانو تا ارجونا ان طلب تكوني نتبارتاجي من لايف فدا دغلي ميدن ادي سن يعني ف اعري من اللي يسكن يتوري باهرة ازيلنا مس نتمزين امين دانو دار باهرة نسبركة تربوت نادي الشباب امين دانوت لالعاب القوى رسمتي البركة دارنا غصاد راديو امين دانوت كنسب الركس عبد الهادي اي تعليق كاتب العام نادي الشباب امين دانوت لالعاب القوى برك زيدنا السي عبد الهادي تنمير تنشي الصبريش شبه رنسني مير في هذه الاستضافه يد اللي ارتكار التعريف الرياضه خصنا نزير سادني امين دانوت كبار نسني مير تا كنني كاغا دور فدا دانا غير لين يعري من زود انا ونون غماس نت مازيرت نغي من دانوت غي كليرا نسبرك ديتنا غولا يا نعري مباهرة احلان سي عصام احلق المدرب اشبال شباب امين دانوت للاعاب القوى راس نتيني برك ديتنا سي عصام شكرا سي بريك على الاستضافة ان شاء الله نتمنى ان هي ضيوف خفاف على القلوب المشاهدين ان شاء الله كنت نمير لك السي عصام احلق المدرب للشباب نادي شباب امين دانوت لالعاب القوى غير اللي ديت نخت لا يا تعرمت اللي باهره احلان اللي كان تمززلت يشاطر راسنتيني برك ديتنا غولت ماتنا بشرى اشيبان شكرا بزاف الصبرك شكرا على الاستضافه مرحبا بركة ديتنا غماس نو مقارنة غاساد غراديو إيمين دانو تراون تيني إيمانين غيمانين إحزان راون تيني بركة دولا وكنين غلايف غماس لاباج بركة ديك تعاون مسلا البارطاج سامس لي جيم ولا التعليق نو نزيلنا فدد نوري سيان وسقسي دد نك دار السي عبد الهادي إن شاء الله فدد غي سول يعني السي عبد الهادي غي في كيت النبدة فوق يونس وا عبد الهادي أي تستعلي استاذ ماده الفيزياء غير من تنوت نتا ضغيط اختنا ويات لازالي الاعداديه
فاعل جمعوي، محب للرياضة، خصوصا رياضة ألعاب القوى. غادا داغيو الجيل هذا ونشمي الميدانات، نحاول أنه نعاون الدراري إن شاء الله اللي رانا تحقيق من الحلم من سن ولو صغير من الزر. إن شاء الله ما حد تلامات يا الشباب تبارك الله تحبهم الخير يتروان تمازيرت إن شاء الله راهي اللي وفوا لك غمس الماد سلوان تاوك اللي غنزرها يعني النتائج اللي دي شكشو من الشباب هذا راه سنتيني أيوز نسن لا أيوز الطاقم التقني كلو ولا السي عصام أحليق ولا نتان كلينا نسان السي عبد الهادي يعني الجمعية ما أنا قلت السيس النادي الشباب من تاعنا في الالعاب القوى. و بالنسبه للتاسيس النادي الشباب من تاعنا في الالعاب القوى يزري غات المجموعه من المراحل. المرحله الاولى كانت يات الطبقه لنتني الشباب تي درسنا غير هوايه تزن يعني مون الى يسن نيت لا يسن ابطال ولكن ورتاي لي النادي اكودين ارد تشان ارد تمون ارد تزن اكودين الا تيرانا ام قور الا يسير في سير ارد تمون لا ما ابطال تشان سكازا لا ندار وين من تنوت نيت ويني ورتاي لي شان الحشت لي انا نادي وريد لي نادي يعني جان غاري زون تقديم محمد اكودين زود الجديد محمد زود العديوي زود المهم ثلاثة الطبقه أوا خود أنا أرتيلي العدا إني ديت الشان الزبرة أرز زراين ستاج غي من تانوت أرتي تعجب الجوال دي من تانوت بحكم أنه ولا الجبولة لا لالتيتود لا الارتفاع لا زا الأبطال اللي ديت الشان الزبرة نتمازيرت إلا يوسن نتمازيرت نيتا تيتوشسن يسن تقولو ميدان خالد الطاس أي راسن توجه التحية سي خالد أتي نتانا أمين المال النادي غيكات أخود أنا يلوح الفكرة أني مجموعة أن الدراري ناس نودي غير كيكون غير تزلم ما خادو المسحر أدور نأسسيا النادي نأسسيا النادي اللي ممكن أنه أسيس نتلعب نكون أسيس نتمثل تمازير تستافد تمازير تستافد تنكوني إلي أي شي الحاجة شي الحاجة تجرتني فعلا يتأسس النادي سنة 2001 يتأسس نادي 2001 ولكن كجمعيه كنادي لشباب امين تانوت في العاب القوى من بنار تزن وتدرس ليها الرسميه غدا الجامعه غير الزرد ديش انه النادي تاسس اربعه المراحل اربعه المكاتب في الفلاسيزرين الا المكتب الاول كاتين الرئيس على ما اذكر عبد الرافيع العدناني تيلي الولايه الثانيه شديس ابراهيم يحيى يجي كرئيس نادي يعني زرين تجيس شان الشخصيات اللي كان وزينة يلي المكتب الثالث اللي يجيس كرئيس ابراهيم لومرين ثم المكتب الرابع اللي فشان اللي فشان نتائج بزاف هو المكتب اللي غيلا الولاية اللي ترأس المهدي الإدريسي اللي كان الرئيس الحالي للنادي الزغين المكاتب الاولى زعما ولي نشر النتائج اللي جن وناد ارتزن من اجل انه ارتزن لا كجمعيه صغير لا ينسي نبني الدري الفضل مقر بزاف في النادي يا الفضل نيت باهري زعما حقيقه لاستمراريه النادي صفاب مزن دريش المهدي الادريسي خالد الطاس كافح نمشي شويه في شاني ميكاتي نزلو نضيع والناد الى سنه 2016 يوم نزل النادي الترخيص ديال الجامعه ديال الجامعه الملكيه لالعاب القوى عن طريق العصبه اللي لا ما مرش اذا غير الى تاثير النادي انه درس الحق يتلعب المسابقات الاقليميه والجهويه والوطنيه تحت لواء العصبه تحت لواء الجامعه الملكيه لالعاب القوى الزغيد سن دنز 2016 تقريبا زرين ارديش من نفس المكتب اريت المكتب ولكن وريت لي الحماسه اريت اسس المكتب يعاود يتجدد كل سنه يعاود يتجدد ولكن لي سي
اللي جيتي زراين ولا ودارتني الحماسة بزاف أما واش فشيني تيزلا من غير سيناد. الزوال 2019 تقريبا 2018-2019 غير غرات بدون النتائج أنه النادي اللي كان نتائج اللي سبعين الدراري من أعلى مستوى يعني ز 2018 تقريبا ولا حتى 2017 اللي غير فيها النادي إيكيدي أما إيكيدي اللي غير فيها المنتخب الوطني الزغين. تأسس هذا المكتب اللي جان غير كذا 2020 2021 2022 تأسس هذا المكتب اللي جان مكتب إيجا شاب اللي ميسا أطر اللي يظهرنا أنه هو النادي أحسن تمثيل فكذا كالولايه اللي اذا ركت هي الولايه الثالثه مولاي مهدي الادريسي الرئيس الحالي اللي يزار اللي غيزار لنا ويسمون يسمون ديال المكتب اللي كما سنا يجي الاطر اللي زارنا في النادي الا كان نائب رئيس فؤاد ايت التعلي قدر يسرتيس الى الاخر نينوت اجا مهندس درس بيتيتود ريمنتالو نيو دادريد إلا خالد الطاسيجا أمين المال إلي الجيد محمد كمستشار محمد الحنصالي أسيتي سنت إجا تنتفع الجمعوي إجا نائب الكاتب تيلي إلي العنصر النسوي كذلك منار أيت الحج كمستشارة إلي رشيد عبو رشيد عبو تنتاتي تبارك الله لن تجون لا الأطول إلو قديم محمد إلي كا كا ككاتب يعني لن يدن لي تحين ماد صبر شي شوية باش النادي يفتو أقول كان فعلا أشكو صراحة كي ارتبع النادي دار تقريبا أنا لين ثلاث سنين هذا كان لي ستنيت أشكو الوقت اللي تبين النتائج أرتبين النادي ولكن غير لي راني سانوك يعني تمازيرت يمين تانونت ككل ولا تاع النواحي نسنيت يعني الجمعية توسير ز 2001 المدات كلشي علاش اللي يعني توش كانت كفكرة ورجت لي ديجا يمين تانونت باش تسكر الدنيا النادي اي اللي وين تيزلا علاش اللي خصي سوروسين يعني اللي الدعم ماديا ولا معنويا لان المقرات ماني غاترينين الدراري لان البلاد يعني ما كان مكريس نقول كذا الا الجهه المسؤوله وراهم في لحقها مثلا والمسؤوليه ما يمكنش تحمل الجهه المسؤوله علاش؟ لان الزوال 2001 اريان التاريخ قدرنا ارى 2016 النادي او الجمعيه هودا لستين جمعيه العاب القوى فاريست ونبدن باش تزل ان غير لشان السباق افتون شاركني يس ولكن سما مش تشاركن اخو انا ارتعقل كيني ترى غادي نتزل شرنا المده الا يلقي سيري نصين غا اختيرا الدراري تمون ترينين أرت دوش نسيت البوطة ديال نشوفوا هاد النقطة ما تشم البوطة خمسة دراهم جمعنا دوش نشطن أرتون يعني ولي وري لي اللي مكتب هاكو دان اللي تنظمن أي ليس الدعم أي ليس الموارد المالية ما سيتدعم أنا تشم لنا لي ترين دونك مادام أنه شي ورداشي اللي شال المكتب اللي رفلاكي ساول اللي رفلاكي وتفيد تحمل المسؤوليه حتى للجهه يعني اكو ديجا تلا الجمعيه الاعضاء الناس الاثنين تستلمنا يعني الرساله المسؤول بانه هو تلايت ليكيب ما تسكر خصها دعم الدار نقطين الخرجات خصها يعني ترونسبور يعني غير حتى ترونسبور غير الماكله زعما تواك لان الدراري هادي عكس راه حد في بالنسبه للماشي للصبريش بالنسبه للماشي للترونسبور كي اليمات اللي غنكي اللي حضر غزر خصو منو وقت ما الا شرا السباق خصو راه هو غيديرني غد غشرا ماني ارتمون الدري من بينهم تيتشين محمد اتي بيسان الجديد محمد القديم محمد كلشي الدري اليمات نفتو دار السي الحسين بولقيد اخو دان القهوه نغد لي ختينا كيكار الجماعه نغد لي ارتي نفس المصاريف راه كيه الدراري ميكاتين
فتون فتون مسات تسودون الطاكسي دمت سيارة طب راه ميحيى حتى الولايه اللي ختيني كاتان انت نفس نفس القضيه اما باش التيليات اللي منحه النادي ارسلي ارسلي هودي الله الفطرين يعني تا واش كان خصنا النادي خصها دار سيلين المنحنس عواد عرفتو تاع يعني كي ك نظريا نويت بانت كاع عشوائيه يعني خص النادي الا خص دار سيلين الحق نصر جميع المرافق بعدا اللي غيتريني ولا الدوش ولا كلشي على دوريا في ديموكراسي فدد غدي في الشباب تي مي يعني ما يفول كان غير كلينتيني اذا انت فاز الشاب يضيع الزقت اولا انت بعدا يوفى الشباب يضنا ما ديسي تبدل يكون يا ايران ستيز لا يعني اي سي تي تي ديك هذا الحوايج و نادي شباب ايمن تنو العاب القوى ولات ماشي تعتبر غير نادي هي مدرسه بحكم ان ماشي غير الرياضه كيستعلم تروا وانما اللي يستعلم الاخلاق يقدر يشوف الاخلاق ما يمكنش تشمس الناديين يقدر يشوف ليا الحس المسؤوليه ويت مش تشمس الناديين على الشروط اللي لان غيكد في الصورة يعني غورت هي الانسان اللي ايران تزلت تحبو ما يمكنش الرياضه عاد المساله يا النادي العاب القوى اي سيتي داوود انت روا الزمو في الدراسه يسيتي داوود انت روا باش ارجلون يسيتي داوود انت روا الزاهد اللي غيسوي غير اللي نتيني كل القوانين اللي غير الكتابات الجديد ولكن كل ما يقدر يتوري الفضل المدرب اللي هو سي عصام اللي جوش فعلا يسرسيت وغرس الناديات ما فايفتو يعني الاخلاق والتربيه قبل الرياضه يعني انت ويض افكار جديده بالسياسات العقليه الجديده في شتي تيز نغي من تنوت لكن سي مير سي عبد العزيز في سي سفيون هاد اللي عطيتي طويله نيت بدا الدغني وريت دار وماتنا يعني المدرب سعيسا ما احلق فدا دا غيساول يعني في تجربه اللي غن الذي يكشم دمس نادي شباب امين تنوت الالعاب القوى السلام عليكم سي بريك شكرا بعدا على الاستضافه ترحب بخصوص المستمعين المشاهدين الكرام بالنسبه لالتحاق ينوس النادي يعني الا غيك تقريبا عام ونص تحقق النادي كاطار تقني الحمد لله يعني لانت النتائج يعني في المستوى يعني غيدوري اللي يعني ولدوشكي بشكل اعتباطي ولا الا العمل ثلاثه الاستراتيجي الحمد لله لان البروجي نسرسل بمعيه يعني المكتب المسير ان شاء الله من هنا لقدام باش ان شاء الله العدايه اللي راه شرفت مازيرت ان شاء الله على مستوى ان شاء الله سي عصام يعني سي عصام غير كنا نساو في الشباب اللي يحبان الرياضه العاب القوى استفادت كره الديموكراسيه الدراري ديالنا الحمد لله شوف قلت لك الرياضه ورك الصعوبات ضروري من الصعوبات ضروري من المشاكل ضروري ولكن لا التحديات الحمد لله اي اوبستاكل ولا اي تحدي يخصا اي ندير كي نخصا سي تخدم سينو غادي ورد تشيرت والو يغتقل ديما غتخلتين غتشكات غدي غتلات غدي سميتو صافي ترسي فاس نيت نيت الله يعاون العاونه صافي ولكن الحمد لله طليت لا استراتيجي الحمد لله في تفلاس طليت خطه الطريق في تفلاس الحمد لله هذا كان لنا دارنا الحمد لله العدائين اللي غير المستوى تشرف انت مازيرت الحمد لله هي السفراء ايمن تانوت على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي بحكم لنا دارنا الحمد لله عدائين غير المنتخب الوطني زودي حياء ايتسي الحمد لله العام الموسم الماضي يتهز بطولة العالم خسر بيا التحق المنتخب الوطني يسير رتبة رابعة بطولة المغرب دار الحمد لله بشرى شيبان يعني عدة صاعدة جاية إن شاء الله تشهد غير المستوى اللي كان عالي دار أحمد مساوي إن شاء الله كمفاجأة يتم إن شاء الله العام الجاي ريح الكلمات إن شاء الله ما رديك الله كل سنة السعب لهذه يعني النادي ناقنية كل انطبازي كل ما هو تربوي كل ما هو أخلاقي عاد باش إن شاء الله نمارس الرياضة
هادشي اللي كاين في السبريك وتنتمنى التوفيق للجميع. بغيك اللي تنوري يعني النجوم اللي تفكا ايمين تانو يعني الدراري كلشي تقريبا بدا نديك مثلا التدريب كاين هنا في تنضغ النادي عاد تكملت في لاسن لا شي العناصر وفي ختند لا شي العناصر هذني هي الملتحقين الملتحقين جداد. المهم الدراري ضروري ضروري يتشكي صغير البيئه خصها تتاثر خصها داز الزرت بزاف الافكار غد ما غنس خصها داز الجمعات خصها تليت المواكبه خصها تيوري ارتكات مدرب ونفس الوقت ارتكات معيد نفساني خصها سيتو افروخي تري غير المرحله المراهقه ريتي ديما خصها تطير خصها تي لو كونترول خصها ديما خصها لو سويفي خصها ديما تتبع يعني الحمد لله انسيار التربيه يعني حتى العلاقه النغ الحمد لله هاد الاباء يعني هاد الاباء لي زاتليت العدايين تليت العلاقه الحمد لله هي وطيده يعني الا التواصل ورتلي العشوائيه انسقساي فرخان مال الوقت الكانون مال الوقت نكر نخصا سنامان نخصا تغريان سلماني كتيا الحمد لله كلشي غاد هاتي هي النتائج اللي نزرها الحمد لله غيك فعلا واش كان راغي سبان ما النتائج نون زعما صراحه شكون غير اللي ساكن 3 سنين هادي كوران بين النجوم ما نتربوت هاد دنيت غير اللي تني ايمين دانوت تبارك الله هاتي قيس البلايص يعني الطبيعه صغير دروا نسقيس ماني غاتزام كل شيء بالنسبه لي مثلا تصبرك كان الحمد لله بالنسبه للمعايير متزلا غير تزلت يعني الحمد لله دار الالتيتود ديال الارتفاع الجو حرس يعني ورت ليات الرطوبه ولكن الحمد لله غادر راه غير كثر النتائج واني كنا نطمح حتى الحوايج من المستقبل ان شاء الله يعني الحلم النادي هو الدار نختي ان شاء الله هيك البيست نلعب القوى باش نقدر ان شاء الله انك الوقت اللي تكات ديال البطل غير عام ولا عامين ان شاء الله التيوري تكات ابطال وابطال نقدر ان شاء الله تشرف انت مزيرت عالميا ولا وطنيا هذا هو غادي كان الحلم تمازيرت غير بحكم المكتب المسير الحمد لله طليت الخطه عمل نسرت ان شاء الله خدامين عليها بالمناسبه بعد تشكر المجلس البلدي برئاسه السيد عبد العماره على الدعم اللي كاين النادي وقت ما فلسنا بيد الحمد لله تنتفى راه غيتدعم ماديا ومعنويا وان شاء الله في تحقيق الحلم ديالنا ان شاء الله باش الدراري اختي ليا تبيست ان شاء الله غير من تانوت ان شاء الله نتمنى في هذا الدراري اللي تاكنين ما قرنون للمركز التدريب ان شاء الله شكون يعني لو قلنا ترينين الدراري ضرتني تخسر بلاصه نسني غير تاع سواء تا كوتوش نسني ولا ريغيو الاسترخاء المسائل كلشي نتمنى ان شاء الله يتربوا تاع فاد تفتوس له قدام نتمنى زد المسؤولين نسول كينتو كاز وكارن غير ان شاء الله باسكو صراحه يعني انت يعني غير اللي نتيني ستيم الشباب الصغير يتغرس شكو يعني هذا النا اوري لي النادي هذا غادي يزلا مرة تسكرن الشباب هذا يعني يقدر هذا نحارفنا انحراف التيلي البليت نتائج انه غورت سكرتي الشباب ما سيتلوه اتي المسؤولة نيت اللي مثلا اريد عن المجال اللي غرض نشن الشباب تي تروانس ولا تروانس تي قدر التهريسة انت سوى بس يقدر التهريسة افروق مثلا بدل يفتوس الرياضة تي يفتوس المغديرت رد تخصو ما سي شمي رد تخصو ما سي رد تيش نق 12 وزنق فعلا قلت الحق انا تولاز غل الاباء ان شاء الله زمن برا فادة تشجع عند الوانسنا انت زنس لا تاكورت ولا العاب القوى تي تبارك الله الشباب أيو مزن النادي هذا راه نتمنى التوفيق ان شاء الله وبريدنا اتما استماع ايمن ناين راديو ايمن دانون فدا الدغني وريد دارت مزازلتنا غيرني العداء انا بشرى اشيبان برداختنا بشرى اشيبان لي يعني درس الرتبه 12 مس البطوله الوطنيه مس مدينه الداخله غادي غير البدايه ان شاء الله بشرى تي تفكس لقدام من داختني تاع بشرى فماس المشاركه نبدا النادي الشباب ايمين تانوت العاب القوى. اولا السلام عليكم اسم ديالي بشرى الشيبان نادي الشباب ايمين تانوت العاب القوى الفئه فئه الفتيات العمر 16 عام
الحمد لله فهاد الشيء فضل الله سبحانه وتعالى. التيري غتشكر غيداري له بزاف بزاف، خصوصا الامينو المدرب عصام احليق، الطاقم التقني النادي. صراحه الحمد لله تمكنا التذكره غمراتب مزيانه، الاولى اقليميا الاولى جهويا و12 غالمغرب غدا خلاص الحمد لله. ولكن باهر نسني مير يزنم فما سنتوريا اللي باهر يفولكين نسني مير ولا يبام ولا نتان يعني اللي يمي فكان يقاقيم تقاي يجيك من تفتت النادي فدا يعني تتجي يجيك من الموهبة نم نتمنى غمدنا كل شيء تنتني أتشجع نتروان فما سنمشاركة نسن النادي شباب إمين تانوت لألعاب القوى ورجاء نفل كله يا نور رصين كله يا نور رصين سلسل والديني قولي نور داس يا قولي نور داس يا اختي فلوتة تدمقنا ياي رداسني يغلق فول رداسني يغلق فول حنتي سورة داركي تسويت وفي غنجم وفي غنجم العيبة دي كتني نفرحنا أسلال وراقص الجين وراقص الجين لحور تبدلتنا استدوى برجين برجين أفرجت الدارتي وانا يزريني رخاف يزرين رخاف لا سدك سيئ أمن أي غير أشدع أمن أي غير أشدع كستري تربيتي يا نانيا نوي رجع نفل هنا فتت وين اسكين اسكين جمول السرج نسي لا ماني موتي دروس هاني موتي دروس مقزاز مطلقتي نغراشا ياني غران هن غراشا ياني غران فوكوف تدين وي ورديو راغي سمان ورديو راغي سماني غير روح ندوفتي ورجع نفل هنا تلاس اللي ديفال اللي ديفال ايجان قلب انشي رانموني غلا صبرا غلا صبرا نموني كتوني أغلى لوري السنيان أغلى لوري السنيان أول نسي صراتني غليت من أماني أحمان أماني أحمان ما أنس فلد أسني يا نانيا نوي رجع نفل هنا أوصل.
رح يغيس الحجاج ردي عمرقي ولا سرقا هيد مدي استماع يمنين غيزان تمنين الراديو يمين دانو تغلي فرون تيني برقادي نغيك لي بدا دني وريد دار قمات نغل مدرب عيسى محلق فد عديس نكمل غي سقسيت نغ عيسى محلق غراك نسقسا لاني على خط تملت يعني توري اللي سكان يعني اهم المسابقات اللي تسكان بالنسبة للسباقات السيبريك النادي تشارك سباقات يعني سباقات اقليمية سباقات جهوية وسباقات وطنية. أهم السباقات يعني بالنسبة للسباقات الجهوية الحمد لله يعني النادي اللي تسيطر في الطول والعرض يعني ديما المراتب الأولى الثانية الثالثة الحمد لله جميع العدائين. بالنسبة للسباقات الوطنية تين ما بين المرتبة 6 المرتبة 7 المرتبة 10 يعني على حسب على حسب على حسب المستوى كل عداء. لكن الحمد لله الأغلبية بالمشروع اللي دار نغيلان أغلبية العدائين لانغ موسم أول لهم يعني دارش نغل في أنسن على أساس إن شاء الله الموسم القادم أديلين في الموسم الثاني باش إن شاء الله أديلين يعني نتائج إن شاء الله على المستوى. بالنسبه الحمد لله لن شرليزات ان شاء الله يعني مطلوبين بقوه ان شاء الله غير المنتخب الوطني كل انت درت الامكانيات ديال المكتب المسير ان شاء الله على اساس انهم باش يلتحقوا الموسم الجاي ان شاء الله س المنتخب الوطني ان شاء الله. سمره ونتمنى ديما غير اللي بدا ابريد غدان اللي غير نستنى يعني من تغرسنا بطريقه ستشارك غمس المسابقات. بالنسبه للمسابقه ريت السباق ما بين المناطق ريستي الاربعه الجهات يعني الجهه مراكش الجهه الاكادير الجهه قلميم هذه الجهه العيون. المرتب الثلاثه الاولى ارتاهلت يعني السباق الفيدرالي اللي تين الرباط الطريقه هذه زنفتو الحمد لله الدراري ديما تشارك النتائج ديما تشارك في السباق الفيدرالي يعني بالنسبه جهويا يعني النادي الحمد لله يعني غادي مزيان. وطنيا راه كيسك النيق العام الجاي ان شاء الله باش يدين تشير النتائج اللي ان شاء الله اللي على المستوى الكبير ان شاء الله. ردني وليد السي عبد العادين الكاتب العام راه تنسقسا يعني السي عبد العادين الشراكات اللي تسكرم مس الناديات اي السي بريك ولكن قبل ذاك جوا حتى اي تجاوب حتى نستقبل لانه يعني نيال كام جيتنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مازال مالو بخيرين. السي بريك كي جيت نحيوك. هكا حضر به السي خالد التصيا. اي السي خالد. ازيك كل شيء مزيان. الله يبارك فيك السي بريك. لهنا. الله يبارك فيك تفاجئتو مع النقاش شيق ما عندي ما نسالكم. اسي دارك نسني ميرتك يا فتورينك اللي باهي يفولكين. اللي تقدمتي لنا ديالك. شكرا بزاف على الحماس باش تعرف ايميت انا صفة عامة على القوى. ان شاء الله ودا السي خالد مرات نتي متوكلنك مرات نتي زيت عمس البرنامج. الاخوان تاو كلشي يعني كي قال سي عبد الهادي الاستاذ كي يعني سوالف بالعاب القوى يعني ما قلت اساس ما نقول وبالفعل غاني كاين لا النادي تاسس 2001
نادي بحكم الساحة نسيب معان كاكود أن اللي غنى غوغل ميم أريد تشي غار سأرت كارار ستاج غين إنسانوت من بعد اقترح أغفاف العدائين كي قال لكم السي عبد الهادي باش نكون يات النادي ولا جمعية باش تنبرد درنا الحق عرفتو نشارك بحكم العدائين ديال إيمين كانوت لما كل يعني زود مسكينين كنت ديال ما غني لا كريتيني تكازا كريتيني تمراش يعني النادوري اللي اخذ من الانترنت هو تشي هاد الفكرة نكي باش ان شاء الله يتأسس الى النادي وبالفعل نسمو نأسس النادي وفي عهد سميتو الدكتور العزام يعني اسسنا في هذاك العهد الولاية ديال الزام وقبل منه ولكن جاء كاين واحد سميتو واحد الحماس ومن بعد جاء السي بولقاي هو يعني كاين واحد الحماس يعني من تما بدا الدعم ديال النادي ومن بعد جاء الرئيس الاخر السي ابراهيم تنتا الى الدعم وهذا مجلس كذلك عبدالله حتى هو رئيس حاليا يعني كاين واحد الدعم الحمد لله القضية تشتغل هكا الحمد لله النتائج لان تعيطم الكوتش تنترات متشكارة يعني لان العمل بالفعل قوي وقبل تعيطم الاجي يعني كاتين درنا غنكونيا زد ابطال كاتين درنا غنمنتخب بحكم كلينا تعيطم المناخين من يعني يقدر ظرف عامين عرفت لك انت عطلي العبد تاع المنتخب الوطني ان شاء الله هذا نتمنى السي خالد أتيت تبارك الله غير اللي باهري فولك راه ماسن المكتبات قيس غير مدن تجربه زرين كل شيء ماسن انت الزلا ولا تشارك المسابقات نيت تنتني الحمد لله يعني التجربه نون الزرا استفدنا حتى يفرخنا هذا اللي تشارك ان شاء الله ناك يا للصغار حتى الدراري اللي يدعمنا المكتب تي زرين تنتني تجربه تشارك في المسابقه جوج كياني اكيد السي عبد الهادي راه انت هو الكاتب العام دابا حاليا راه كان عدا حتى هو ولا السي فؤاد ولا جديد ولا قديم يعني هاد الناس هادو راه كلشي مارسوا العاب القوى وكانوا حتى هما عدائنا بحكم غير ما عندهمش داك الدعم النادي باش تفتونا تشاركين كي بحكم ديال الفريق هو بالميم وين داس الامكانيات راه خصنا يعني جميع السباقات نتشارك في اول حاجه كي كرا غيان السباق تطغى 1998 1998 حصل عقود أن الرتبة الثانية سباق العمالات هي وطني خصوصا الكباغ الثاني والحمد لله على السباقات يعني نزلت زختني السباقات على الطريق الحمد لله يعني نصف ماراثون آخر نصف ماراثون في حبس أختي زلا يعني داري ساعة وخمسة يعني الحمد لله يعني ما ديك مزيان ان شاء الله الشباب اللي غير ان شاء الله فهاد اداسين المشعل اللي يعني اللي اوردي اوفاند ما ديسني تبدا نظام المشعل فهاد تفعل ان شاء الله اكيد راه كحاليا المكتبات اللي ديك شم يعني فيها الاضافه فيها الاضافه مزيان يعني قبل هاد الاربع سنين اللي غلان بدا النتائج يعني المكتبات حبا لهم وراس المغرب ولا كان حاس سنين وشان بانك نستعد دون النشام غادي تشرمي فولكين النتائج يعني الحمد لله سميتو نتبل التأثير غنادي اول حاجه دي اخوان تاورنا في اللاس يعني اول حاجه هو الاحترام الاخر يعني التعقد دريد ولا العداد ولا البطلات عقوري فيها عقوري فيها في بعدا المدرسه ديال العاب القوى اللي في الناس تاع بلادي هذوري كمدرسه يعني لا سميتو التعقد
عرفتو عليا، وبعد اول حاجه الاحترام. فعلا تصحت نسرتي بخير الحمد لله. كان كي حاليا ديالي زرانا بغيتا نمدي في الخانه كيني كي الله تجي دويسم 30 32 عام. فعلا كيني تسندو كان هادي تنيت شارك 1978 هادي غيكا ولا ربي العون. يطلق السي خالد، السي خالد العام بعدا السي خالد هي امين لمن نادي، ولكن هي المعالج الطبيعي اللي زطلات انت يسيري المساج يسيري العمل الكور ماشي المدرب وحده تلقى لي شي النتيجه. يعني المدرب انت هي زعما انت هي وراء النتيجه الحمد لله. انت يسيري العمل يعني جبار جبار بزاف. زيد على ذلك يعني تدعم يعني النادي من ماله الخاص الوقت اللي درت الفلوس. يعني السي خالد يعني بزاف المرات راه كنصرف الفلوس يعني الوقت اللي النادي حاليا يعني وجدت الامكانيات ولا درت والو، ولكن طاري تكلف الوقت اللي تيشن السفر ولا شي مشاركه غرباط ولا 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 غير العيون ولا غير انت تكلف يسيري التغطيه ماليه دو ا زيد يعني تدعم النادي. ونطوندو ان شاء الله بما ان شاء الله درغيت السيوله ماليه ان شاء الله يتشهد حق السي خالد يتشهد حق السي خالد لان قبل ما كاتش وصل المكتب ارنس فريد لاني مدنر صور شتيني نوتي كيفاش وبغيتو مزوج مليون شنت اخذ نشكو معلان بحكم انه ولا نسيني مدن الا المهدي الا خالد الطاس. خالد الطاس بزاف بحكم انه انت جاء امين المال لا ندار سوا نشتيني نوتي هو الشال فلوس هو يسير وين فراه غادي تشارك كيف قاصيه شهاده حق اللي لي زريق سوا نينو خير الفصرايد اللي ليغ انه السيده ذاتي أربعة دريال وستي شوني جيب بنس الزلمال النادي أربعة دريال كي أجيس تحمل المسؤولية لو قدام سيدي ربي كشهادة حق الجمعية هاتي ولا النادي خصها تستكد ماشي ديال المسألة ولا النادي كيسركسو الخصام يعني جوج الملايين ما تجاوبش لا غير 30 أوفر أخو ولا 40 لا دار سوا نصغرش قبل دار سوا نص في ديال الهضرة كيسولوني شهدان يعني ناس ودي وين قبل ماذا قبل الشمغ النادي كي كان ماذا غادي لي عيشا ارزرا انه السي خالد الطاس الوقت اللي من الفلوس يعني نبيد عندي الدين جيب بنت ماشي انت واحد زوين لا مكتب كلشي لا مثلا فؤاد تنتري الدين جيب بنت سميتي ولا تنتري الدين جيب بنت كان الدين جيب بنت كلشي مكتب على الدين جيب بنت واني خالد الوقت اللي مثلا غايد ارجي دي جي بنس بلا 60 ارجي هنا ودي هذه صرفه وكان كيات وانا الويناتي زعما السي خالد يسيري الدور يعني فعال الكارستيني القلب النابض النادي شباب ايميتانو الالعاب القوى زود كان كاريس نزغ بزاف د الحوايج الوقت اللي جا لا طلعت ولا شي العداء دارت كي الله بليسور ولا دارت كي المشكل الو خالد سير السلام عليكم راه يستهنا الحمد لله بالفضل نسنتاتي لا النتائج الحمد لله تينني دا قديم من هنايا ونينا نترخات مغربي وما زمان مدنا اش كي انا نسامح ربي لكل دار سي مسعود اش كل انا كنبدا نتمنى ان غنرز البعد ولا نتمنى ان المصاريف نغني ستيو زعما صحاري الفلوس نتصور اللي صار السي خالد هذه على كل حباسه خشويه مع تناقش ميات النقطه ديا مهمه غير بالنسبه للاخوان رشاد التنين انا غادي واجب حنا غنصبريك كون درنا حب بالالعاب القوى يعني كيما صار العاب القوى حنا المشكل اللي خصها الاطليت خصها زوج جلسين نفس عصام خصها المساج خصها يوتيوب خصها والقضيه اللي الناس تعبد هذه شهاده حقي هذه التشاره غلا لنا وديها وغاد هي كتسنى 10 سنين زد مع باريات تعبد هذه كان هي خصني زد بغيت لي سنين زد غير شهوني تي هي الناس تخطو قدام بالعكس هي الناس تخطو قدام شكرا هادي غير لا ولي شي راني لا يسوى لي كوريرين اي قطاع ماشي غير الرياضه ماشي غير الرياضه لا بدا يستلم تناقضات ولكن ما تكاش ياخذها يعني اجتهاد خدمت تبين النتيجه من بعد الوقت اللي تبين النتيجه وراسو البكاء كي ارتاح تعاقدات
الحمد لله. واش ما نقول جنس السفل يعني النادي الالعاب القوى باش هي اللي غير من دانو يعني زنورت فيلم بحكم منا كي كاتين العزائنا وداست بريك كاتين خد ديال ما بديتيني مي كيعاود على سنتين وانا كنشتو غتشارك غير ولا كون دراغ ولا انت شي مكوني ديال وتر وانت ما زدت واخا الحمد لله حتى مكيتي اغلمي ما تيتا ما زدت فينا انتيسنات بحكم من الوالدين هادي غير قال المغرب كله دا مازير النغاي هادي زدتي تويتي ديال يعني التجربه استفدت نزيس تروند مازيرت اي اكيد ولا لا التجربه الحمد لله هادي كاتين هادي شي سي الاستاذ عبد الهادي قالك بان ما النادي كاتين قيس افضل هادي لا الدراري يا زد نيتي تكين محمد اي تيتكين لي مورات يلا زد يعني كاينين والتولوت يعني بزاف العزائين غير من تاز ولكن النادي والجمعيه وتلي خلاص نتوما كان الفرصه اللي نتي فيها غير الشباب هاد النغيكا كولا نهاي كولا نتوما فيك الفرصه اللي نتي فيها غير الشباب لا غالي جيت زغرة اسس النادي هادي خصك تفريك تبارك ما تخز جبان تكتب الاوراق تاوي تغانس جمع الرباط والريتيد تقلص المنحة والجر تفرد المنحة انا غديك تم الولاية البولقايد ماشي نكوني راه تنتشار بشوكا ما نكوني الصراحة ميت ناد وشكان يدعم نبدا بجوج مليون نبدا بتلاتة مليون نبدا بربعة مليون خمسة غنبيد غينا غنستفد غير كان مجلسة الليلة الحالية الجماعي اللي ترأس سي عبد الإله هادي زيدنا غايا مليون غي كانتو ديال ستة نكون هادي شوف هاد السبعين فولش عندنا ميت عندنا شادا خيار وي عندنا شادا خيار تاع العزائين عندنا ورا ورا نسترو كانت في كاني انا مايلا نبان هي هادي وهنا هاك عاودة غي تلقي صوت سي فري هادي هي نسين العزائين كاتين لانديتي غي اللي فنان اللي فنان عبد الهادي بحكم هادي يطاط لا ريشتا الفلوس ريشتا و لا ديتي في العزائنا نتو ما غاديش ندير تا غرا تخرطا غا الماكلة ولا غرا الصفا يعني صحاب هاد اللي كلشي العزائنا اللي هي الناس راه تخلصا غي غوام الناس راه تخلصا غوام ما تكير اثنين فينال حتى فين توريق ستيلو زود غي كان في السباقات أكيد الناس تخسر غا 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 سميتو اننا غادي انما هادي 5 مليون هاي تخسرت هاي البرينو غا ثلاثة يعني الاخوان نقول لهم سبايا ورا ورا السوقات هي تلقى بها السي بريك راه سي خدمة بالنسبة نشكر السيد العامل اقليم شيشوا صراحة اريازات ورقت سنة نكيسو العامل ولا دا أريازاز صراحة وقت ما نفتا كان مكتب قال له غد ديبرات ما العيونة في الأخذ قام ديال المبلغ 8000 درهم 7000 درهم بس أخذ قام العبدائين باش نفتو نشارك نريد أرجاز نفتو أرجاز غي تعاون نسكين شوية فلا هذا كان نص بعدا نص ثانية أضمي هاتي هاتي نتجاز بالمكتب المرا نظم السباق راه خصني كان حوايج بغيت ايوا كذلك المجلس الجماعي من تانوت والسيد الباشا ورئيس المجلس الاقليمي تنتلاتو نتو يعني لا المتناد اللي صراحة السيد المعجري هشام المعجري سعيد وقيلة رئيس المجلس الاقليمي كابتن السيد هذا بدات نفتو راه غي تسع عام اخر منحة اللي خصنا نوز يا المنحة نوز المجلس الاقليمي هي 5000 درهم هي ما كنكونش اللي ندوز اللي الزري يعني كنتشكر حتى نسمي في انا غير 5000 درهم والاخوان اللي يضني بلا ورا السكر غوك الاسم نزيدو التولوت رشيد تال تال هذه لا غدي الفرنسيه كنتشكر حتى يعني
ورتاني شما الطرائل سي خالد خرج المراحل كل شيء لا يا سي خالد غادي تعمل رواسي راك باتي سي خالد صافي هاديك درتي 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 اللي كلو تعاون في شنون الدعمات في شنون ريكا هادو دوش كان في شنون عارف غي كان هادي السنة النتائج نونسن هاني السنة تكونوا النتائج هادو راه غير نص ربعة سي خالد هاني رواسي سرا ماتي ماشي فلوس ماشي فلوس يا يا البنات باش نفغ الاحذية يفرخان باش مثلا ترينيين ان شاء الله ان شاء الله انت سي خالد ايوا غادي الا ما درتي فريق اللي كنت شكرت لك انت كي فريق يتهلا في العمل اللي في الفن اللي كنت درتي فريق ورا غيعجبني لو كنا انت سي خالد هاك بان سنين من ان شاء الله هادي هاك نخصص داك الحلقه يا ضنا فهاد الدير تشارك غيد واش نعم جنود الخفاء اللي ديك الى الغراديو في اهل رضوان ولا عمر لا طيار ان شاء الله كيحفظ ربي بان سنين من السي خالد يلاه سيدي يكون عون ربي هاد مدينة ما إيمان ينغ إيمان ينغ راديو يمين هذا الدار نادو دارين بكي ونغ فدا داغا إجاوب سي عبد الهادي فما سنة أسقسي نغ يعني نروح أهم السي لا هي أهم السباقات يمكن ياك أهم السباقات والشركات الشركات الشركات يمكن أهم السباقات إجاوب في الأساس فقط باش نرسل لك الشركات هاد قبل أن نزري المتدخلين قبل أن نزري سا نجاوب هادشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السي بريك. مازالناك بخير. كنت بخير. هنا ما تجي غير الآن. معك فؤادي. فؤادي مدرب. مرحبا السي فؤادي بخير هنايا. مدرب فريق أشبال أطلسي من تانوت. مرحبا بالناس مراكش. الله يعطيك. يعني انا بغيت نبدا بالايه الكريمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يحفظك اخويا فؤادي وشكرا يعني بعدا على الاتصال ديالك معنا يعني انا من المتابعين بشكل كبير الفريق ديال الفريق المحترم الشباب ايمين تانوت اللي العاب القوى يعني منذ القدوم ديالي لإيمين تانوت السنة الماضية وكنشوف الحرارة الكبيرة باش تخدم الأخ العزيز عصام حليق يعني أنا ماشي يلاه بديت في التدريب ولكن يعني داك الشغف يعني كنشوف فيه الشغف ديال سنين مرات عليا يعني واخا نقول تنعيا ما غاديش نوصف كيفاش كانت الحراره ديالو رغم قله الامكانيات ورغم انه كاين ارهاصات كثيره كتبان على النادي لكنه تبارك الله عليه كاين الاصرار وكاين الحرفيه وكاين النفس وكاين كل الصفات وكل الخصال ديال المدرب الغيور على بلادو على مدينته وانا ملي جيت لإيمين تانوت انا بغيت إيمين تانوت يعني ماشي غير كره القدم يعني ساكنه طيبه وساكنه مضيافه ولاعبين محترمين ويعني لقيت كل الترحاب من اللاعبين من الساكنه اذا انا تخطيت جميع الارهاصات وجميع الاكراهات وتنشوف الامل كذلك في هذوك الشباب ديال العاب القوى حتى هما اللي خصهم التفاته
وخصهم التفاتة بمعنى الكلمة. ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو من المسؤولين يعني يردوا. النتائج راه كتهضر، يعني ملي تيوليو النتائج، وانا من المتابعين تنقولها وتنعاودها، يعني من المتابعين ديال باش تشوف في البوديوم، يعني ثلاثة ديال العدائين في البوديوم، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، من نفس النادي. بزاف المرات هذا راه ماشي وليد صدفة، يعني هذا الشيء انا هذا ما نخدمه تيجيش بالصدفة، هذا تيجي بعمل وعمل جاد وعمل ديال المكتب المسير كذلك اللي مرافق لهذا السيد هذا، لأنه أنا شفت بعيني، ماشي أنا كنت ذاك العام وكانوا تيترينوا معنا في الملعب البلدي ديال إيميتانوت، ورغم ذلك رغم ما وقع خرجوا على برا إلى آخره، ولكن رغم كل هذا تبقى تبارك الله ما شاء الله عليهم العمل الدؤوب والمستمر، وأنا أرفع القبعة على هذا، لأنه أنا تولدت في رحم معاناة ورحم تحدي، وأنا من الناس اللي تحداوا سنين أكثر من 30 سنة في التدريب وفي مختلف الجهات الحمد لله، وتاني مشيت تلقى بعض العراقيل، ولكن أنا ما تنخليش هذوك لي فوس موني اللي تنقولوا، هذوك العملات اللي هي مزيفة أنا راه تنجري عليها ما تنخليها شيء، من أجل إيش؟ من أجل هذوك الوديدات، من أجل هذاك الأمل ديال هذيك المدينة. يعني أنا ملي جيت إيمين تانوت وشفت أنا أخ وصديق بحال السيطام أحلق، يعني بنفس الطينة ديالي، وتنشوف فيه الشباب ديالي، وتنشوف فيه داكشي اللي تتمنوا حتى هو، وتبارك الله عليه، وتنتمنى إن شاء الله نشوف نتائج كبيرة وكبيرة جدا. الله يخليك أستاذ، السلام عليكم. مسار جميل إن شاء الله مع أشبال الأطلس. أستاذ تحياتي. الله يحفظك. كيف الحال؟ أمور مزيانة؟ الحمد لله. اولا بعدا تنبغي نشكرك على هذه الكلمه الطيبه، يعني شهاده استاذ، يعني تنعتز بها، وتنهنيكم زعما على العمل اللي كتقوموا به يعني داخل نادي اشبال الاطلس ايمين تانوت، يعني عمل جبار يعني الحمد لله، وتنهنيكم يعني بالنتائج اللي كاينه دابا وبالصعود اللي حققتوا الحمد لله، يعني تتشرفوا البلاد، يعني كتعطوا واحد الصوره اللي مزيانه على البلاد. الله يخليك. غنقول لك استاذ شكرا بزاف، وكنتمنى لك التوفيق، وانت راه كتشوف الحمد لله كتلعب معانا في التيران برا التيران، يعني الدعم ديالك الحمد لله ديما متواصل، تنشكرك على هذه الكلمات هذو، وجزاك الله خير انا استاذ، الله يخليك، بارك الله فيك. انا كنت كنتمنى نحضر البرنامج، يعني ان شاء الله راه غادي تصرفنا هنا في راديو مين دير هذا استاذ. بالنسبه لي انا هذه عامين وانا تنقطع 250 كيلومتر ذهابا وايابا يوميا، يعني من الاثنين حتى الجمعه ذاك العام فاش كان الملعب البلدي كان متاح ليا، انا كنت كندير نلافيت، كنت كندير لافيت، وحبا في المدينه وحبا في شباب المدينه، ماشي حبا في شي صالير، ولا حبا في شي لقب، ولا حبا انا جيت باش نخدم، والحمد لله لقيت شباب متحمس، وشباب اللي بغى يوصل، وشباب كان محطوط على الهامش، والحمد لله ذاك العام قحمناهم بشويه بشويه، شباب داروا اخطاء داروا هذه، الحمد لله درنا نتائج ممتازه ذاك العام رغم قله الامكانيات، وهذا العام طفرت الحمد لله بفضل التضافر الجهود ديال المكتب المديري، اذا ملي توفرت جميع الظروف راه النتيجه المرتبه الاولى منذ انطلاق الموسم، يعني احنا ما حكليناهاش في اخر الموسم، احنا منذ انطلاق الموسم الى يومنا هذا وحنا تنحكلو المرتبه الاولى، علاش؟ باش نشرفوا الساكنه ديال ايمين تانوت، وانا كنهضر بهذه الحرقه. وكتلعبوا ديما على برا استاذ؟ ها؟ وكتلعبوا ديما على برا، ديما خارجين. الإراسات ديال المسافات، تلسيد المختار، والمصاريف اللي تيتحمل المكتب المديري وعلى رأسهم الرئيس، إذا يعني المسائل اللوجستيكية ما نقدرش نوصلكم المسائل اللوجستيكية، أنا راه حتى في رمضان خليت وليداتي وخليت كل شيء، وجيت عن كتاب تنراقب اللاعبين في رمضان، وراه تلاقيت معك السبريك وتلاقيت معك عصام،
وراه هذا الشيء هذا ماشي باش نبانو ولا انا راه نقدر ندير حتى هذا الشيء هذا السنه القادمه الا كانت في العمر ديالي والسنه اللي موراها والسنه واحد كاينه النتيجه راك مرحب بك في ايمين دارت استاذ. انا ما تنقلبش على انه نكون مدرب ولا نكون مدير تقني ولا نكون انا بغيت هذوك الشباب يوصلوا لانه ايمينتانو تستحق ايمينتانو تستحق اكثر وجميع الرياضات. يعني انا اعوذ بالله من قول انا بهذيك الخبره المتواضعه اللي تنتوفر عليها رانا نشوف لا فيزيونومي لا مورفولوجي ديال العداء او ديال الاتليت راه نقول لك واش يصلح لهذ الرياضه ولا بكل تواضع وبكل حرفيه. يعني ما يمكنش انا نغش واحد شاب ولا شابه تجي للملعب ونقول لي راه غادي يولي نجم من هنا اربع سنين ولا من هنا ست سنين ولا. لانه بعض المسائل اللي تعرفوها مثلا التقنيين بحال عصام احليق راه كاينه لا موتريسيتي كاينه لا تكنيك كاينه لا مورفولوجي كاينه لا طاي كاينه بزاف ديال العوامل اللي كتدخل باش تقول انت هذا اللاعب غادي يوصل لواحد لا بيرفورمانس يعني واحد الانجاز ما غاديش نوصلوا ليه الا ما كانت بعض المقومات اللي مع الاسف بعض الناس اما تيتجاهلوها واما ما تيعرفوها شيء. وانا بحكم المعاشره ديالي انهم يعني تيتجاهلوا او لا ما تيقدرش كاع يفهم الورقه التقنيه واخا كاع تصاوب ليه الورقه التقنيه ما غاديش يفهمها لانه بعيد المنال عليه. يعني رغم انه عنده تكوين معين ولكن بعيد كل البعد على الميدان لانه احنا مارسنا الميدان يعني مارسنا الرياضه في الميدان كره القدم تتمارس في الميدان ماشي في الكتوبه ولا في الفيديوهات ولا في يعني الا ما شفتيها في الميدان تتعرف ان لا سيرفاس ديال التراب اش يشتيلك ليها لا سيرفاس ديال الغازون لا سيرفاس ديال الدور يعني وحتى داخل القاعه. اذا الانسان اذا كان ممارس وممارس عن قلب وعن درايه يعني تيبان لك. كذلك المضمار يعني سباق سي عصام غادي يكون عنده معلومات احسن مني. يعني سباق المضمار ماشي هو سباق على الطريق ماشي هو يعني كاين اختلاف وكاين اعداد مغاير وكاين اعداد بدني واعداد تقني مغاير. اذا هذا الشيء ان شاء الله انا غادي نعمل ما فوزعي وكاع المعلومات اللي عندي بالنسبه للفريق شباب ايمين تانوت الالعاب القوى انا ما غاديش نبخل عليها وما غاديش نسكت عليها وايمين تانوت انا ما غاديش نتنازل عليها. وانا ماشي على اللابتوب ديال المدرب ديال التقني ولا الرئيس ولا الرئيس المدير العام ولا انا ما عنديش مع الالقاب انا عندي مع الخدمه. وانا كنجدد التهنئه ديالي للفريق شباب ايمين تانوت لالعاب القوى وكنتمنى لهم مسيره موفقه وانتم راه في الطريق الصحيح ان شاء الله. استاذ استاذ الله يكبر بك لافك ان شاء الله راه تنتسناو انت شي حلقه معنا هنا في البرنامج ان شاء الله ان شاء الله. انا راه الاشاره انا راه تتبان لي انا التخ ديال ايمين تانوت راه بحال غادي للصالون يعني ما تتبانش بعيد. انا تمشي بالليل وترجع بالليل وتمشي في الصباح بكري وترجع في الليل تمشي بالليل وترجع في الصباح بكري. اذا انا بالنسبه لي ايمين تانوت انا ولات عندي مهمه تما خصني الميدان الرياضي لانه كاين طاقات شابه وكاين طاقات اللي هي خصها فقط العنايه وفقط الاهتمام. وكنظن ان المجلس الجديد راه بشهادتكم انتوما انا سمعت الحلقه منذ البدايه ديالها في الانطلاق ديال الدقيقه الاولى ديالها. اذا كاين تجاوب تبارك الله مع المجلس ديال ايمين تانوت الجديد اللي الحمد لله راه بدات تعطي الثمار ديال العاب القوى ومازال ان شاء الله مولانا الكريم العاطي يعطيك بحول الله ان شاء الله. شكرا بزاف استاذ شكرا جزيلا. يعني انا كنتسنى هذه الفرصه بفارغ الصبر كنتسنى ولو يخضر الشباب كنتسنى يعني نجمعوا كفراق. علاش هذا راه شبال اطلس ايمين تانوت وهذا شباب راه هذه راه ايمين تانوت راه هذه راه مدينه راه جوهره راه عندكم عباد الله راه جوهره راه الشباب تما خاصو اللي يدعموه معنويا
خاصو اللي يدعموا معنويا معنويا معنويا. راه 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 اول ماده كتجيب وحده الماده، راه كاين الناس ديالها، كاين الناس اللي 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 كيسيروا البلاد، وكاين راه الا شافوا النتائج راه ما غاديش يبخلوا علينا، وغادي ان شاء الله يكونوا نتائج. والحمد لله انا يعني تنحمد الله على انني في هذه السنتين جيت وبدينا تنحصدوا الثمار لكره القدم والالعاب القوى، وكنتمنى ان شاء الله راه كاينين ان شاء الله ديسيبلينات اخرين تينتظروا غادي يعطيو ان شاء الله الثمار ديالهم ان شاء الله فعما قريب. شكرا استاذ على اختك كذلك بالمناسبه بقرب الصعود للقسم الممتاز. هما الفرقه ديال الاشبال الاطلس راه هما الاولين دابا الحمد لله. دونك النتائج الجيده في العهد ديالو هو الفريق ديالو اللي تاهلو، وكذلك المكتب الموسيقي اللي تا هو كان في المستوى. كاينه خدمه تبارك الله الاستاذ، ولا زعما تحركوا في الاستاذ بدا واحد الشهاده في حق الاستاذ، راه تيقوم واحد العمل اللي كبير وكبير بزاف، وحتى من ناحيه الدعم المادي يعني من مالي الخاص بالنسبه للاعبين ديال الاشبال الاطلس ايمن تانوت. نهار شي واحد يكون عنده شي مشكل ولا نهار شي واحد، حيت انا مازال كنت انا مدرب سابق في نادي شباب اشبال الاطلس. لا هادي حقيقه استاذ، هادي حقيقه، كنت مدرب وكانت عندي علاقه الحمد لله مزيانه مع اللاعبين ديال النادي، وباقا مزيانه باقا الحمد لله واحد السويفي، وتنسولهم على العلاقه ديالهم مع المدرب، وهادي الحمد لله يعني تيقولوها فيك زوينه، تدعمو ماديا دعم معنويا، اللي عنده شي مشكل كتدخل ليه كتقضي ليه اغراض ديالو، وهذا هو الربح فيك استاذ. وشكرا بزاف وكنتمنى لك التوفيق، هادشي اللي يمكن نقول. كذلك بالنسبه لي انا الباب ديالي مفتوح لجميع الانديه ديال ايمن تانوت، ندير ما فوجي ما بجهدي ان شاء الله المتواضع، باش الا كان شي مشكل انا نتدخل فيه. يعني انا بصفه شخصيه ويعني وإلا سمح لي المكتب المديري ديال الفريق ديالي، أنا تدخل بشفة شخصية لأنه عندي العفوية في هذه المسائل. ما يعمر الإنسان عنده الطبع ديالو سنين وسنين كيدير هذا الطبع هذا في مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة. يعني ونجي نجي نبدل الطبع ديالي في 2022 هذا راه لا يمكن، ولا يكونوا إرهاصات، ولا يكون الإنسان اللي تينقص منك ولا تيزيد فيك ولا تينقص. أنا راه العمل ديالي مستمر، أنا ما غاديش نتنازل على ايمن تانوت، وعقلوا على الهضره اللي كنقول وكنقولها. ما غاديش نتنازل على مدينه ايمن تانوت في جميع المسائل اللي هي كتمس بالرياضه. شكرا بزاف استاذ الله يخطيك. شعاري واحد هو الله الوطن الملك. الله يخطيك استاذ، شكرا بارك الله فيك. شكرا بزاف، وكنزيد الشكر للسي بريك على هذا البرنامج القيم، وكنزيد الشكر ديالي للمدرب المقتدر عصام حليق، وكذلك المكتب المديري للنادي شباب ايمن تانوت العاب القوى، ومزيدا من الانجازات ومزيدا من الميداليات ان شاء الله في مختلف الالوان ديالها، وازهى الايام ديالها ان شاء الله عما قريب، وغادي تكون ان شاء الله مشاركه ديالهم في المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى فعالة بحول الله مع قوتهم ان شاء الله. شكرا استاذ الله يخطيك. شكرا بزاف. كنطلب على الاخوة الاخرين اللي كيتدخلوا، سمحوا لي يا حباب الحرقة على هذه المدينة لأنه كنبغي. شكرا الله يخطيك استاذ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا بعد الاستماع من راديو ايمن تانوت البنات سنمير المدرب نشابنا اشبال الاطلس ايمن تانوت السي فؤاد ياسين تيني تنمير تنسى الدنيا كامل سديتنا غادي نوري درس عصام فتادا يشرح يعني الشراكات اللي تسكن واش صراتني غسي السي بريك. نعم هو بالنسبه قبل من الشراكات نسولف السباقات اللي غنتشارك اللي سينا السي عصام اللي غيسول في المسائل اللي هي تقنيه، يعني شنو هما الانواع ديال السباقات اللي غنتشارك. كاين سولا ف دار في الدار يعني الكامل مهم جدا. الاستجابه. السلام عليكم. الو السلام عليكم سيدي وريك. سيدي عزيز مزيان زاكين. لاباس عليك بخير؟ لاباس مزيان صحتك بخير. كنشكرك السي بريك على هذا البرنامج، هذا اول مره تجيب لنا الناس ديال الرياضه في ايميتال. بارك الله فيك السي عزيز. تنهضر معاك في قلبي يا سي بريك، والله العظيم الا صدمتيني.
الله كبير. انا من الناس دائما تلوثي كانت عزيزه عليا الرياضه، كنت ندير العاب القوى حتى انا في يابي، وجيت وشاركت في الماراثون ديال الطرديده وداك الشيء، ولكن ملي تنسمع انا هذا الشيء ديال بانه عندنا شامبيون في ميتانوت وراه في الفريق الوطني وفي هذا الشيء، وهذه المعلومات كلها جديده عليا والله العظيم. الصبر ماذا سنى السي عزيز وتدنيك الشمس غيدور دانا نرزم الكاميرا ني عايز نور دا نرزم الكاميرا ناس عزيز رد يساوي بالله العظيم. لا تصدمت هكا احنا البلد عزيز تصدمت، لانه باش يكون عندنا حنا لعابه في الفريق الوطني يكون عندها وربحوا يعني ميداليات وهذا الشيء قاعد يتعاودوا، حنا جديد علينا هذا الشيء. يعني تنقولوا هنا طاح لي فكره الصبريك وتتعرفني انا كيفاش نهضر. نعم سعيد، هنا عندنا واحد المشكل ديال التواصل ديال الناس ديال ايميتانوت والناس القدام ديال ايميتانوت اللي خارجين من ايميتانوت، ما كاينش واحد يعني معلومه ما عندناش نهائيا كيفاش بغيتي الناس اللي خارجين على ايميتانوت يعني يساهموا. راه هاد السيد هذا اللي هضر قبل مني وداك الشيء قال واحد الفكره زوينه اللي لك الفلوس تيجيو والفلوس ما كاينش، راه خصنا نديروا لهم كيفاش يعني باش نكونوا عمليين. انا عبر الاتي راه نقولها لك واضح، اما ايميتانوت غنديروا ليها وانا نتحمل مسؤوليتي نديروا ليها واحد السيت ديالها اخبار ايميتانوت، سيت ويب فيه كل شيء تيقراوه الناس كاملين ديال العالم، الناس ديال ايميتانوت اللي عنده غيور ديك الساعه راه تيكون لي سبونسور، تيكون على الاقل تكون عندنا معلومه بانه راه كاين في ايميتانوت واحد النادي ديال العاب القوى، راه كاينين مغنيين، راه كاين نجمعوا فيه معلومات كامله. وإلا كان هذا الشيء ممكن بغى يديروا المجلس البلدي ودا هذا ما كاين مشكل، ما كاينش انا تنتحمل مسؤوليتي، انا نتصل بك الصبري ونصوب لهم نصيب لو سيت ويكون واحد الكوميتي في ميتانو تحط هذه المعلومه، لان هذه المعلومات حنا باغيينها لانه من هنا غيجيو لي سبونسور، من هنا غيجيو الناس ديال برا، من هنا الناس اللي عندهم يعني غيورين على ايميتانوت بغاو يديروا شي حاجه في ايميتانوت. انا قلت لك انا نهضر معاك دابا والله العظيم لا تصدمت، هذا الشيء كله كان في ايميتانوت وحنا ما عرفناش. ماشي راه كاين يعني هذا سنين دابا النتائج كاينه عند النادي. الا كنت غنسول دابا السي احليق انا شخصيا انا خرجت من الانترنت تقريبا تنعرفوا شاي ولا هاد المعلومه ديالكم انتم فين كاينه، يعني كاينه في وسط الانترنت تنظن الله اعلم، ولكن واش كاينه شي صفحه، واش كاين شي حاجه شي معلومه اللي غتوصل؟ سي عزيز السلام عليكم. وعليكم السلام السي. كي داير السي عزيز بخير؟ اهلا المدرب ديال النادي. نعم سيدي بارك الله فيك. غير بالنسبه للمعلومه كما قلت يا السي عزيز ما كيتوصلش، يعني كاين واحد الغموض بزاف، لا من ناحيه لي باج فيسبوك لا من ناحيه لي ريزو سوسيو، يعني تيداروا نتائج في المستوى الكبير ولكن ما كايناش واحد الالتفاته اعلاميا، يعني النادي ما واخدش حقه اعلاميا. يعني الباديره دابا اللي دار سيبريك الحمد لله باديره، يعني الحمد لله جد في المستوى انه يجيب نادي ديال العاب القوى و زعما يخرجوا الوجود باش الناس تعرف بانه كاين واحد النادي تيخرج ابطال، وهاد النادي ما واخدش حقه اعلاميا. وبالنسبه لاباج راه كاين واحد لاباج فيسبوك ديال النادي، يعني نادي شباب ايميتانوت الالعاب القوى، في تقريبا اخبار يوميه من حيث التدارب من الصور من انجازات اللي كيدير النادي، حتى بالنسبه للموقع الرسمي ديال الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى راه تيتحطوا فيها النتائج ديال النادي. كاين واحد الموقع سميتو الريس تيمر اللي هو موقع يعني حتى هو معتمد، يعني كتحطوا فيه النتائج. سيبريك تنشكرو على هاد البادره اللي دار، لانه زعما باديره جميله الحمد لله. سجل في الجامعه ديال الالعاب القوى ياك؟ النادي عنده ترخيص من الجامعه، مضم تحت لواء الجامعه الملكيه للالعاب القوى، حيت نورمالمون غير باش ما ندوش النقطه الثانيه، غير باش انا قلت لك النقطه هذه الاولى ديال التواصل راه كاين شي مشكل خصنا نخدموا فيه، حيت هذه مسؤوليه ديالنا حنا الناس القدام ديال ايميتانوت، حنا مسؤوليه ديالنا. انا مستعد اي حاجه بغاوها نصوبوا ان سيت ويب ديال ايميتانوت كله نعطوا فيه الاخبار كامله، بغيتو غير السيت ديال الكلوب بوحدو نصوبوا، حيت انا تنطلق من واحد المنطلق ثاني، واحد المنطلق بانه اليوم الا انت تخدم بوحدك وتتوقع بوحدك راه تيدير لك واحد على الاقل هذاك لو سيت غنديروا ليه الاشهار ديال الناس اللي برا وداك الشيء، غنجمعوا الاخبار ديال ايميتانوت كلهم
فواحد لو سيت نورمالمون هذه مسؤوليه ديال المجلس البلدي، ولكن الا ما كانش المجلس البلدي ما عندوش الاطر التقنيه باش يصوت داكشي، راه البريفيون ساعد يصوت داكشي، حيت هادشي كله ما كيطلبوش شي حاجه. اللي تيطلب هو ثلاثه ديال الناس ولا جوج ديال الناس يكون عندهم مصداقيه مزيانه في ايميتالوز باش هما اللي تيسيزيو في هذاك لو سيت اخبار صحيحه. هذاك الشيء من بعد الناس غادي يبداو يدخلوا لهذاك لو سيت، غادي يبداو يشوفوا بانه كاين واحد النادي، كاين واحد الاوركستر، كاين واحد السهره هنا، كاين هادي واحد كاين سياسه المجلس، المجلس هذا العملي تيولي داك لو سيت تيبقى داخل. من بعد تيدخلوا لي سبونسور، من بعد تيدخلوا الناس اللي يبغاو يساهموا، من بعد الجمعيات، من بعد هنا المعلومه تتكون عند الناس كاملين. اللي بغى يدير شي حاجه محمد ما يقولش يدير، راه ما عندوش شي حاجه اللي حتى واحد ما ملزوم عليه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية غنطرح عليكم واحد السؤال ربما يحرجكم في شوية، ولكن غير الغيرة على الولاد. اليوم الحالة المادية والمعنوية ديال النادي، علاش طرحت عليك هذاك السؤال؟ لأنه الحالة المادية إلا كانت منضبعة ومازال تطلبوا ومازال هادي وعد هذا والإعانات وداك الشيء، تتجي صعيبة تعطي النتائج. دابا النتائج غتكون بحال النتائج ديال واحد الانسان عنده الحر ديال البلاد، غادي يجي يعطي واحد النتيجه، ولكن من بعد ملي ما تتكونش المداومه وما تيكونش يعني على الاقل السيوله الماديه تكون تكفري ليكم وغالي يخري ليكم، انا تنظن غتكون صعيبه. يعني خصنا نكونوا شي شويه واضحين مع الجمهور، قولوا اكزاكتومون داك الشيء اللي كاين. نعم سي عزيز، بالنسبه للسيوله الماليه، السيوله الماليه الحمد لله بعدا تنشكروا المجلس يعني تيدعمنا الحمد لله يعني ماديا ومعنويا، وقت موقفنا عليهم راه تيدعمونا، ولكن السيوله الماليه مرتبطه بالاهداف اللي عند النادي. حنا مثلا عندنا شي اهداف يعني اهداف كبيره بزاف، بغينا نوصلوا شي حوايج، حاطين مشاريع من هنا لقدام ان شاء الله اللي خصها واحد السيوله ماليه يعني اللي كبيره وكبيره بزاف. يعني فهاد لو بوان النادي اليوم شحال فيه من رياضي؟ اليوم شحال فيه؟ عندنا 105. حنا ما عندنا حتى معلومه كاع، ما عارفين والو كاع. بالنسبه للنادي السي عزيز عنده 105 ديال لي زاطلات. انا مستعد دابا غيسالي البرنامج، غادي نصيفط لك ان شاء الله واحد لافيش تكنيك ديال الكلوب، فيها واحد الاورغانيغرام ديال المكتب المسير، ديال الكوميتي، ديال الكوميتي تكنيك، لي زاتليت، كل واحد ولا فيش تكنيك ديالو، كل واحد ولا لي زانفورماسيون اللي عنده. حنا السي عزيز دابا هاد 101 كلها في ميتالود. الحمد لله كاينين بلي ليسونس ديالهم يعني معتمده من الجامعه الملكيه المغربيه للعاب القوى، يعني كلهم يعني منضويين تحت الجامعه. عقلت على واحد تكونوا صغار انتم، هذيك الساعه كان دار اول ملتقى ديال العدو الريفي، الى خدني الذاكره في شحال نقول لك 82 83 راه كانت ماشي نقول لك كانت حفله في ايفنتالوت، وكان فاز بها واحد الدري من ايفنتالوت كان هبط من الجبل. الى ما خدني الذاكره من يسكساوان والله الا كمل انا داك ديك سميتها ديك اللقطه قدام عينيا، كمل السباق، جرى السباق احيان وهو اللي جا الاول وفات الناس بزاف. على تنقول لك 100 واحد كاينه في ميتالوت، والله تسول اي واحد من ميتالوت دابا يقول لك والله ما عرف حتى النادي. انا ملي كنت تبعت لكم البرامج من الاول حتى الاخر، غير باش ندخل في الاول، لانه ما نكذبش عليك انا ما عارف والو، حتى سمعت بانه انتم وصلتوا ديجا يعني وصلتوا ديجا لي نيفو ديال وصلنا للعالميه السي عزيز، وصلنا شامبيون دي موند. ماشي انا اطلعت، كاينين 3 سي عزيز، 3 وجايين دي زاتليت ان شاء الله من القدام ان شاء الله، لاني بخوشه. دي زاتليت في الفريق الوطني؟ لا تدير لي زاتليت السي عزيز. شنو تيلعبوا؟ 5000 3000 كل واحد ولا سبيسياليتي ديالو، كاين اللي في دو ليفو. ايوا تنقول لكم انا والله العظيم تنهضر معكم دابا وتنقول ما نكذبش عليكم انا تصدمت، ولكن اللي عطى الله هو هذا. سي عزيز هذه دعوه، هذه دعوه رسميه على المباشر النادي انك تجي عندنا ان شاء الله وتريح مع المكتب المسير وتشوف لي زاتليت، وتشوف يعني لي كونديسيون اللي تدوز فيهم التدريب، يعني تعرف الكبيره والصغيره على نادي السي عزيز. مرحبا بك في اي وقت. لا بدا نجي ولا بدا نجي، وانا هذا نجي لميتالوت والله ما عرف، والله ما عرف انه كاين نادي، ما نكذبش عليك نكذب عليك انا والله، حيت هنايا كاين مشكل ديال التواصل. على اي انا هذا لو سيت هذا غادي نديرو على العاتق ديالي، اما غنشوف مع سميتو ديال نقول له واش غادي نديرو ان سيت ديال ميتالوت على الاقل، لو كان نحطو فيه الاخبار كامله ديال ميتالوت، حيت هذا لا بد منه.
انا غنشوفو مع المجلس البلدي اللي كانوا غيديروا ما كانش شي، غتشوفوا شي واحد من التريبيون صوبوه ونحطوه على الاقل ونشوفوا شي ثلاثه دراري ولا اربعه في ميتالو تيحطوا فيه معلومه صحيحه وصافي. يلا سيدي شكرا شكرا بزاف، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا بزاف السي عزيز، بارك الله فيك. السلام عليكم. الله فيك. اتبادي استماعي من انا غادا نسني مير السي عزيز بالقايد اللي دينا غي انيا الكامل نزلت مدينة الدار البيضاء راس نتاني تا المير تنس ولا نتا نتشجعات النادي غادا نوري دار السي السي عبدالهادي اللي كان لا نسول السباقات الشركة نسول في السباقات نسول السي عصام السعد اللي في السباقات يمنا من السباقات غيتشارك النادي فاللي سيخصها تيسان الجمهور انه نادي وكود الحد يعني كود الحد طيلة ايام السنة حيد غير يان شهرين الصيف اللي تيلي روبو كود الحد اللي تشريت نادي غسيبق. هذه المسألة. المسألة الثانية ان المبلغ المالي اللي كيم غسيبق تقريبا 2000 درهم افلاغي كيم سيبق يان سيبق ناد ميت بلا غاش لي سنا بلا ترونسبور الا حتى كاين الجمعيه تنتشر الزمين برات جمعيه طاق النورت للماء سلاح للشرب تشكر الجمعيه بزاف لان رديت خدتها مساء. الجواب اي يونيا الكامل. الو السلام عليكم. السلام عليكم. انزين بخيرين؟ بخير اختي بريك لاباس بخير. الحاج محمد عليك تيجي. عافين عافين. بخير. بخير الله يبارك فيك بارك الله فيك. الحاج أركب أن تشكر أولا وقبل كل شيء أن تشكر كذلك الضيوف اللي استضاف. أن تشكر كذلك البطلة النغم قرن بشرى أجيبان أن تشكر حتى البلاد. يعني إيمين تانوت اللي غادي كنا غنستبرك بأنه إيمين تانوت داير الفضاء يفولسين باهرة باهرة ممارسة رياضة ألعاب القوى. فعلا أورنت بأنه إيمين تانوت كانت تعتد فيها النجوم، نجوم إيم قرن، أمثال خفعينيات. نعم. خفعينيات التي فيها مثلا زود الحدوش في حسان، العشري بوحسين اللي نلا الديار الإسبانية بدا، إلا الأستاذ شكوح العربي، إلا المرحوم بكار أحمد، إلا كذلك حتى إيمين الصديق، إيمين الصديق كانت تعتد أحليق هذي وزلتني سعيد عويطه غير القنيطره. عفوا زلت تعدى العالمي البطل العالمي سعيد عويطه غير القنيطره. يمين صدق انت لحن احلك المنبرات انصحت بانه بانه هاتي يعني الخيرات الخيرات الممارسات او الرياضات العاب القوى هذه هي مرحلة انتقالية غيكا الحمد لله طبعا الدراريات غيكا الشبابات الجديد باش تكون هي النادي الحمد لله اللي كان يبكي باهرة رياضة ألعاب القوى على المستوى الدولي والوطني. هاتي أنت تلاحظ بأنه في محمد يوسن أيتي محمد تبارك الله هاتي فيها يمشي كذلك وسيم أمغار مشى بشرى أسراج ثاني في مجموعة كذلك من قرايين الشباب بعد كدري غادي كنا نصبرك حتى عصام النحلق اللي تصبرك إيوي عصام النحلق اللي حتى لتين كتين أريك عاد يعني ألعاب القوى عطي يحتل المرتبة الأولى خشي جوا ولكن الشادي تاكورا يشبع غير كون تصبر هذا السنين يا غالبا ولينا استديوي حتي غوش كان يجي المكتب نتا اللي غينجح غتوري نسا سي الحاج يعني كلشي الشباب زرين غماس من الرياضة العدو الريفي الحمد لله غير النص النص نتوري نص العقل تبارك الله هادي يفتاتي الشبابات ياك كنت على اساس باش اوري لي الانحراف اوري لي كذا الامور بغيت اللي تسكني مع هذه الرياضه هي اخلاق يعني ترفيات يا الى اخره. بغيت كتدخل من فراد اربع راه تشكر على المجلس الجماعي ايمين تانوت تشكر على السيد العامل تشكر كذلك النادي زعما المكونات كلشي
سلوري ثاني هرمز الى اخره. دار مشكار كذلك حتى المدرب يمقر المدرب ناغي يمقر اللي هو عصام احلى قرط مشكار صغير من برات ديفان لالعاب القوى على مستوى مدينه سيمنتان. وشكرا نشكر كذلك مولاي مهدي الادريسي يعني نشكر كل يعني الجميع كل شيء ما يخدم من إن شاء الله. نشكر بها نكهدر بوط الحمد لله شكرا شكرا خود لحد راه طويت السيولا اللي قرب من 2000 درهم غادي بلا ترونسفور قيد ما كاين الدراري يسهل لي صفات المجهود المكتب المسير اللي راه نتشكر اريد تبحث على حساب ترونسبور مامور من نقص الثمن على حساب مثلا يغير لي شري ويسي من دارو تعلى برا يقدر داغي يعاون سلماشلا على حساب يغير لي ما غنساني يقدر ننسين فماذا تجي الميزانيات تستنزف بزاف يعني في الظرف وجيز غير عرفتو الفلوس ماذا ترى تولي شهر التقرير المالي ان شاء الله السنه اللي داغي يدير تجديد المكتب عاد رد نوري الشركات السي الصبري الشركه الاساسي النادي هي المجلس الجماعي تبارك تشكر الى مجموعه من المراحل تنتا كتينا اش اللي سنا انه الجماعه ارتك 2 مليون اميكس 3 مليون اميكس 5 مليون العهد ابراهيمي السي ابراهيم يحيى العدد المدات نسير الى عماره فزيد نور انتني زيد ناقل منحه ارتني بزاف نبار انتشار دا جن 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 المدعم الرئيسي او المورد الرئيسي هذه نقطه الضوء هكا تلقات المجلس الجماعي هكا اصلا غير في المجلس الجماعي رنبيت هذه ديال مساله درت نتشكر انه اسكوساز وراختن غا الميزان شو عمينا يديروا يوم النادي يوم تشر من حاله الدعم لا والو غالي يجان انه بزاف اللي كريدي يمون اشكون النادي واللي الفلوس وينو ريبيد عرفتو دار عرفتو دار مدن اللي دار مثلا نتو دار نتكار السي ابراهيم اش كاش ولا التخصق عرفتي دار السناك اهرس نتازن الدراري هادشي مثلا دار نقص السباق زيك صباحي خصك نفضر نشارك غمراش وريني ما نغرسش شي نمشي لي وستاني مشي للعصر غماني غير مين تانيش الفلوس اللي يسمون المكتب يلاه سيسني تخلص المازوت الترونسبور بو الترونسبور اللي غدا غيتاو انت انت يتفرقوا ديال الفلوس اذا الجماعه تحتاج غير المساله غير انه الدعم العام اللي زرين يا الفائض في انا زيت 4 مليون 4 مليون فوق الزيت بعدا يا الجزء يقوت نزل شري عاوتاني الجماعات تبرمجها هذاك الميزانيه د 2022 على اساس انه غادي من سفل بعض التسريبات انه 3-6 مليون تتسرى دعاون النادي نكوني راه بزاف نتشكر الجماعه واخا 6 مليون هاتي الا داغي يزي شريدي نص نصرت داغي ولي شريدي شوش كي جاتي تفارو نفاد 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 النادي هاتي يغرقس الديون لا ترونسبور لا بول المكتبه تنتاز بزاف نتشكر مكتبه الفتح السي الحسين كازو تنتا يهز المساهمين بزاف النادي غاية غرفة بين قوسين بالنسبة للمصارف اللي بزاف في التيلين اللي الزيزين النادي بالنسبة للشركات كما قلنا الشركة الأساسية هي الجماعة المكتب وريبيد دغا النقطة هذي المكتب أريد لي أريد تبحث يعني سي جلس نتندير الديسيبيت كمثال يات الجمعية خطاق النور طايح اللي سنا
راه خصك كترونسبور مفتا نرى ديس نسير شراكه نسير ديس الاجتماعات الاجتماع الاول الاجتماع الثاني عندنا نقط من بيت ترونسبور راه تيني ناسي راه سنتكا المازوت الزره عرفت المشاركات مؤخرا السي محمد الحنصري اللي ورينا ولا انت اجيات الاضافه مقر بزاف في النادي انت مع درس بزاف في العلاقات درس التواصل هي تبحث لي اللي غير فوقيه الجمعيه سميناها السي اف سي ديال الجمعيه راس منا الصرف راس التنين جمعيه العدائي المسافات الطويله جان فقط كهوات وجات انت نيشان في نيشان ديال الجمعيه هي اللي تسن وكان الجمعيه ما مشي انا ندنا بس درس شي شويه اتشارك فقط غنيس في ماراثونات ضد الماراثونات هذا هي التخصص العالم كله لا الدار البيضاء غاري وينز ديلين يسن دن لاباس يسن بزاف دن زعما شي من ديال المستوى ما بينهما رئيسة مقاولة المغرب تيسام إلي يسن المدير العام البنك الشعبي المدير العام بيم سيو تنتا المهم لا يسن دن مؤخرا غاشي تسكني إن سقار ديسنا السي محمد الحنصري إن ودي لين السيد هاتي أمامتي هاتي راه تنظر موريمين سيد ديسنا شرا الشراكة فعلا نوجا ديسنا الرونديفو ديسنا ونظر غير باختصار سيد ديسنا نصف ماراثون هذا مراكش اللي زرين السبت رد شنا الشراكة نصف ماراثون مراكش سيد ديسنا السبت نا بلاتي نفتو نوم زغرة صورو كل سيمانية راه إنا غير محمد الحنصري إنا مسكين إنا وديتي لوطيل ونسمى لوطيل لأنه مزاغ راس يسول سيخ سيدة إنا وديتي نريزيرفيون نتي قاعة الإجتماعات لوطيلا كريستيانو رونالدو يعني كنا ولو متوقع أنه أنه كل شيء لوطيل أنا كل عشان طال لوطيل تي إيجا الولد قالوا بمخشى أنت القهوة قدوا النغارو اللي غنكشم زعما الصراحة نسيت ناقصية الطريقة اللي باري يمقرن سحس انا انه نادي التيامات سحس انا انه فعلا اول مره اختاد باش انه هي النادي غيشد تيفي نحس انه الا فعلا الا اللي اهتمام دار مثلا الليجن الشكلات اللي مقر انه ريزيرف في قاعه الاجتماعات لوطيل كريستيانو رونالدو عطي شي حاجه اللي جانا المدينه ديالنا غير نسيان وباش غاتشن لوطيل رونالدو عطي حاجه كبيره صراحه ماشي اللي شمتيش واد لي غدا غنكيو عرفتي ولدي غيكيو يا ني ختين عرفتي كين 35 واحد الاعضاء الجمعيه المنفلات غيكيو لنا غادي يختل لنا دلي كادر زعما المهم المدير العام البنك الشعبي اعلى مستوى اعلى وناك نكاو انا عرفت النادي نون فيها التعريف النادي ما يمشي جا ما يسالا ما هي الهدف ما غيشاد ما غيشاد ما غيشاد في الاخر اتفق انه فيانا بعض التوصيات انا غودي اننا غاتي داروا لي النقص العنصر النسوي خاصها كنا تي 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 ديمج من الكتاب النوناتي يدرو شي شويه وفعلا مشكله نفات العنصر النسوي كوني ماشي زوج كاغ الا ما ديري تخدم العنصر النسوي ارسيس الصرحه بالظلم البراد وكان غير لسه نجاوب حتى كوني الناس وديتي انا زيرت انا تي اتولت المستوى العنصر النسوي ورتا بزاف اتي غير تفرخينا هاد اللي تزان ديتنا غير كاد اتي زعما المجهود اتي سنور فلمت انه باش تفرق حتى تزال راه شي تحقيق والنادر غادي تي دابا ستي تمنى نسى سي لو كوتي نيجاتيف يعني لا غير كاين نقيو ندن اقترح الفلاتنا راه دخشينا ما ستينين لا ودي هذا ونسي لي ندعم اشكرك وعول انت نتني يا يعني ندعم قسائم الشراء للأحذية غيت لا ماكازان لي باهي يبقاو نفتا نزرا السبر ديالها تان نكوني نعول هذا فينا فينا القسائم من الشراء فينا نسيت القيمان 12000 درهم هذا فينا ويني كلي دانو فيا الاشكال اللي قلت لي نفتا نسخ السبر ديالات نوفان السبر ديالتان قلت لي دو 2000 درهم كل سبير ديالها 2000 درهم بزاف لا يعني غلان السبير ديالها بزاف ولا ضغط بزاف فوين السبير ديالها انا نسيت كيما ميسا السبير ديالها ما ميسا غيشات ورنو فيه دونك كل دانا قبل نسخ السبير ديالها
اي لي زاتليطا الزهر نصنايا نيويس نربي رزق انا اسي ساعون فينا يعني المبلغ مالي تقريبا 5000 درهم هذا الفين 5000 درهم انا غادي ندير اورتي الدور السيمانه اورتي الدور السيمانه علاش وفان تاخذ وفان غادي نسين السباقات نبيت خصنا ضروري فتان السباقات اللي يقولون وغادي يقولون اللي غيشارك النادي اعضاء المكتب يساهم الجيب بنزن يساهم خالد يتصيت المبلغ 350 درهم 300 درهم 300 درهم يساهم فؤاد التعيد تنتا 600 درهم المهم سيان بدما ماشي المازوت اللي ميكاتين هو النادي غير كاتي الحاله الناديه تبيد المكتب غير كتسجلني غير يبيد ارسلت لي الشركات عريت لي الشركات و ينغسي بين مزادي الديميكاتي ما يتعاون الدراري الناتير عريت لي باش نسينا سي عصام الساعة اللي باش نردو طموح النادي تولتي تشارك غير السباقات اللي جانا وطنية طموح النادي اي تنتاج الابطال يعني اردن غيتي لي شراني اللي باين غنوري راه بطل خصها الدريه اللي داسمو فر جميع الامكانيات اي الصبر ديالها خصها اي الصبر ديال 700 درهم 800 درهم خصها يستلم مثلا ينقيم راه تيخصو تحفيز اسني حقق النتيجه اش يدير ربي تحقيق تاع النتيجه تحقيق النتيجه النادي تحقيق النتيجه من تنوت تشرفتي من تنوت خصها التعويض على الاقل ديال التعويض مسادس اش هما يمكنش انه فرخ هذه تحقيق النتائج ولا السكه الدريه ذات راه يرمي فعلا راه تي دارس ولا الدعم تاع الدعم دونك كاين مستويات عاد تشتي هذا السي النقطه يدور سنغي سلسل 30 سنه ونبغي ندو البرنامج النادي البرنامج ديال اللي دار اللي في نتفق نكون نسير غلول العماد نعول انه يوفر الامكانات الماديه انه الدائن اذا غيت تزن الاغلبيه نسن للمدرسه العولات نقول للسشن يدعم الزايد نسوي على حسب النادي يعني الوقت اللي تريني الوقت اللي يعني انت ماشي تمشي تضيع الوقت انت طفلت المدرسه تريني تي ساعتين هنا النادي راه باش تعوض حصص الدعم تسجل في السونتر على شي تخلص النادي السوي عندي تشتي تعرف تقرا تعرف التلينيت هو دا جينا مستين نشرع النادي بالاضافه لمجموعه من النقاط الحلم الاكبر كي غيجلس لنا الساعات اللي هو انه دار اختياريه البيست اللي راه في لاغي سهل الامور لان تروي من تالو ترتزن غرغر ارتزن غر وشر الجمعيه درت المقر الجمعيه ورسائل المقر اللي جانا رئيسي اللي جان 100% الى صوت التفاوض الجماعه على اساس يعني زاد كان يفعل الذي البلاصه اللي البيستنس ولا يعني غليس سيزلين كيسي لي المقر بالنسبه كيس المكتب الناس كيس مات كيس قال الاجتماعات بالنسبه للبيست وصافي لازم نسول البيست ديال المشروع ينقرن رئيس ريل امكانيات الجماعة بالنسبه للمقر الحالي غير ما غدواش انت روا فا اورتي ليش المقر اللي سناه تي المقر نتيجه وين الا الملعب القرب تفشغ الجماعه ديال الموافقه انه هو السيسن السيسني الشم السيسن نسي الدوايني نسكريات المدير في هذا العمل على اساس انه ملعب القرب انه كوداني الانتزامي كل المشاكل الروبينيات وطرزان كلشي تسندو كان يتلحش صوره بزاف تو يستعمل وريس لي الشوفوات وريس لي والو في هذا العمل الناس ودي نطرح في المساله الناس وداتي للجامعات في شغل الملعب القرب اللي ينسن الطواليطات نستغل لا خصها غدو شي خصها غير شي خصها الروبينيات خصها لي ميلونجور كيقول العملي يرحب بك يا نتا ودي نتا وانت الفاصه المساله لازم تجهزها فعلا يوزن الماتيريال تشكر من المباراه يوزن الماتيريال نسيداتي نسيد الروبينيات نسيد الشاونات واني الكاليتي اللي ميلونجور نقص يلا نوت دويشات الدراري خسرنيت صافي الزغين وراسلت دواش الدراري الدراري كذا التريني
خصها يتهز على رتي يمينس باش يشحنوا كل يوم اخرى انه النادي الدرسيلي دوش نسيلي درس المسائل نسى دير شوف روحي ويتساكنس يسي جواني القيم يتريني يفتو يدوش درس المسائل نسي ورس يمينزن ينقي في اطار انه اتلية الالتفات المجلس البلدي انه هذا خصنا ملعب القربان فعلا تنحتاج جد بزاف ادي خصني نتي المشاركه تظن ان شاء الله نتمنى حتى النداء نتمنى اي لكم مدنا يا بنين اللي لا الفلوس دارس ما يزرسنا اللي دارس باش يدعم الشباب النقطه واش لسينا سي عبد الهادي بالنسبه للبيست تبس البيست ديال المشروع هي كبير بزاف درت ديال الابعاد ديال الاقتصاديه وسياحيه مثلا الوقت اللي درت ديال البيست العاب القوى يعني ريت تشكل الانديه يعني على الصعيد الوطني على الصعيد الدولي باش يتسير لي ستاج د بريباراسيون غير من دارو يعني الوقت اللي تشكل الانديه يعني الاقتصاد ما زرت ريت ستروواج يعني لي سناك لي زوطيل تجمل تدهم الكرا القهاوي يعني كلشي خدام يعني كمثال مثلا مدينه افران اقتصاد نص يبنى يتبنى غير في العدائي يعني العاب القهوه يعني بغض النظر الجانب السياحي بالنسبه للتولوج دغيا واني 90% اقتصاد نص يعني يتبنى في العدائي يعني حتى من خلال يعني العلاقه المدير التقني للجامعه ركيتيني راه نستعدي نجيبو المنتخب الوطني باش انهم يديروا واحد ستاج دو كونسونطراسيون ولا بريباراسيون في ميتاد ولكن وردان بيست يعني راه حتى شي ما يصير لي زونطريمون سوريلي يعني هو كنداء يعني المسؤولين كنداء يعني الاصحاب يعني المستثمرين اتزر النقطه يا دغيا ميتانوت لانه ميتانوت يعني العاب القيبه يعني في امس الحاجه يعني راه في حد ذاتي مشروع كبير عوض مثلا تسوخت بطل ولا سي الابطال العام ولا عامين تسوخت ابطال ان شاء الله على المستوى بغض النظر عن يعني داش الجانب الاقتصادي مهم بزاف ان شاء الله نتمنى فهاد البريح النادي ان شاء الله يلي كمل هذا دور نتو قلت مدنا اسماء جبان اللي كان عندها صاعده هذا الاخت ساول في ميك رمز البرنامج من هو تبدا اسماء السلام عليكم تلاتيتونا اسماء الشيبان سن 13 عام المستوى الدراسي الثانية اعدادي في مصر دولي الفئة الموسم الاول في فئة الصغيرات اول حاجة تنبغي نشكر والديا على السنة ديالهم المساعدة ديالهم وما ننساش المكتب المسير ديال النادي اللي عاوني باش ندير عملية على مستوى الأنف وكنشكرهم حتى على المجهودات الدائمة ديالهم لحد الآن كنتمنى إن شاء الله نولي بطلة عالمية وأولمبية إن شاء الله في المسافات المتوسطة وكنشكركم ان شاء الله الشكر موصول وتحيه لك ان شاء الله وكنتمنوا لك التوفيق في المسار الرياضي ديالك وكنتمنوا نشوفوك عالميه ان شاء الله كما قلتي على فكره السي برك عافاك بالنسبه للاسماء يعني الله سيرك العمليه الجراحيه على مستوى الانف شكون كاين درتي المشكل على حسب التنفس لا ريسبيراسيون يعني تنقص در شويه المكتب المسير الحمد لله يعني يسكر جميع المجهودات النص يعني الحمد لله يعني وريلي زعما وتخلل في فروخت يعني مونديس ابعد مستوى سكر ناس عمليه جراحيه لحد الان هكا الحاله يعني وتدي مستقره يعني درسوا المشاكل في التنفس يعني النادي يعني رد سيفتو ان شاء الله لابعد نقطه السيمانه اللي زريني السيريال ديال السكانير باش نسى المشكل اللي درت لهم بالضبط ان شاء الله اسكار درنا غير الرابور والطبيب باش نيس المشكل ان شاء الله على الاساس باش نبدا نستنف العلاج باش نبدا ان شاء الله نزر انزل المشكل نتفرخته بالضبط ما غير لا حيت دارت له طالون يعني تلا الموهبه يعني الحمد لله غيري النادي ولا حتى نبدا اللي غيستفد من هكا غير خير المسؤول ولا شي حاجه يعني يتبع الحالات حيت اللي ساكن السي عبد الهادي النادي وشو درت لي الامكانيات باش يسكر اوبيراسيون يتفرغ تاد ولا حتى المصاريف الدواء حتى المصاريف العلاج يعني النادي شو درت لي والو حاليا غير لي كان السيد هكا ولا شي المحسن ولا شي اللي ريت نفس فروخت باش ان شاء الله شكون درت الطموح درت العزيمه درت يعني تريت لكم يعني تلا فولونتي فهمت
يعني كنداء ان شاء الله لمال ان شاء الله تي كي بعد توعد الجمهور يمين تانوت ولا كل شيء الغيورين على العاب القوى وقت ما زرت بانه السيدات ان شاء الله ترتي بطله عالميه اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله راس نتمنى التوفيق. نوري الدار سينابيل اكا جدا غيزري يمكنو مارقات سيس نبي نسير تاد جمل احباب من غيش حينه يا صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا احباب من غيش حينه صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات جمل احباب من غيش حينه صبا ما من جات يا ما كانت جملة حبب نغيش حيني هذا غيان سلمة تزنغ نسلم في اللون نزوزات ودردات تدردات يمي خفية وردحن وتديب ندم غير ارسم موينة إلا كرات في تاز تدرد كرات سلاتني الشكرا غي زمرني بيدا سوا في الفخر صبا ما من جات يا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا ملا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا احباب لا غيش حيني جمل احباب ما غيش حنيني صفا ما من جمال جمال الشكرا غي زمارني بذا زوا في الفخر الا كراي السكي تظن سكتني روحنا المسكين همنك ربي كاتني تنايني يصبر ويناغ يقربي كله ويلمساكنا كزري زرات نتك جامي وفوزات نتسغي تانا نسو من فلت نسكر زوغي ورخاص عمد صبا ما من جات يا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا ملا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا ملا احباب صبا ما من جات يا ملا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ملا انا نصوم نفلت نسكر زوغية ورخص عادية نزوق هلي جمعة غدو بينو لاح العقلة قلت لغلا تسليت نقامي ما استنى عمري سوق اخوة والدان مدي تاوين ادي سوقنا كنت فيت نغلق لها يا غير سمو مويضية كل ما تسلغي حرق فوسي نسر ساخزي صبا ما من جات يا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا ملا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما صبا ما من جات يا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ملا احباب لا غيش حيني صبا ما من جات يا ما كلو ما تسلغي حرق فوسي نسر ساختي من الحق لان اوادا في اللازي سوالنا زيد مذي وقرنو لزيت وراغت شو ارمي ما نسمع نقورا تحدو ما غورت
أي تبدي استماع من نين راديو من دهنا تيمان نين نغرون تيني بركة تيتنا غيك لي بداية نوضة داغ ديتو نغمس نلايف يغرنا وسريد ليلة نغمس الفيسبوك لاباج بركة تيك غيك لي رانس برك ديتنا غولا يانا عريم لي بهراء إحلان لي داغ دي الكم الغيلاد نيتا أرسنتيني الشفاء العاجل إيناس شكو يشكى الدار ديتنا غيكاز زعما يعني زو فلاس نفزيزة داشكور دارس يعني لوقت اللي را ديتنا غيكاور بزاف أرنس براك بزاف سمولاي مهدي الإدريسي اللي كان رئيس النادي شباب إيمين تانوت لألعاب القوى أرسنتيني برك ديتنا غمس البرنامج إيمين تانوت مولاي مهدي مرحبا بك معنا بارك الله فيك سي بارك شكرا لك شكرا سي مهدي السي عصام السادة المتابعين والمشاهدين كنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للوالده ديالك وانا فرحت ملي مستضف النادي انا هذا الداخل من مراكش دابا وقلت ضروري نجيو واخا نشارك غير المهم نحضروا حتى حنايا وهذا شرف لينا باش شرف لينا حتى حنا مولاي مهدي باش تكونوا معنا في البرنامج هنا في ايمين تانوت راه زعما راه كبرتوا بينا حتى انتم الله يهديك الله يهدي صبرك وراه هادي راه ايمين تانوت اخويا راه كاينه واحد ايمين تانوت في الدنيا مولاي مهدي بانك تهضر لنا شويه على النادي واخا الاصدقاء ديالنا المسيرين ولا هضروا شويه على النادي يعني بغيناك تقربنا شويه النادي بصفه عامه راه الاخوان راه هضروا عليه وقالوا داكشي اللي غادي يمكن يتقال هذه استمراريه الناس اللي حضرت السي عزيز هضر على 82 انا حضرت هذوك الاخوان كان الكاديمي وكان العباسي وكانوا واحد العداد الاغورا وكان واحد العداد ديال الدراري مين تا اللي شاركوا انا باقي يلاه عندي 12 عام ديك الساعه وشفت داكشي ما بقاش يتحيد ليا من الذاكره ديالي دابا حنا عشنا في مينتانوت وبغينا ديك مينتانوت اللي كانت داك العاد اي مينتانوت ديال الرياضه اي مينتانوت ديال الفنون اي مينتانوت ديال السيرك مونديال اي مينتانوت ديال السينما ديال المسرح ديال الموسيقى اي مينتانوت راه واحد الخزان واحد الخزان سبحان الله العظيم واحد اللي هو ديال جميع الفنون والرياضات اي مينتانوت تعطي وتعطي بزاف نعم فعلا كاينين طاقات يعني إيمين تانوت كانت من المدن اللي جرات التعيات وطاحت لا ما غاديش طيح على على اساس يعني علاش كانوا فيها بحال السينما كانت السينما في إيمين تانوت يعني في الثمانينات والسبعينات يعني المدينة خاصة تقدم القدام لماذا هاد النادي هذا حتى هو خاص يكون عنده لي سبونسور ديالو يتعاونوا معاه ويوقفوه على رجليه باش حيت النتائج اللي كاينه دابا في النادي راه هي اللي كتهضر عليه يعني كون قلتي راه ما كاينين لا نتائج لا والو غير مدوزين الوقت وصافي لا شوف حنا كل ما كاينين نتائج وما كاينش هذه الجديه وهذه الصرامه وهذه الاخلاق وهذه التركيبه كامله كل ما كانش في النادي انا الاول ما نبقاش فيه هذا الناس كلهم تبارك الله اللي في النادي راه كلهم عندهم وزن في البلاد الناس تبارك الله موظفين الناس عندهم عائلات عندهم ما كنلعبوش في هذه المسائل هذه علاش لانه هذه ايمين تانوت اللي قلتها صبرك هي علاش نقلبوا حنايا نا عشنا في إيمين تانوت الحلوة الزوينة إيمين تانوت اللي تغناو بها الفنانة اللي تغناو بها إيمين ضامن الشعر تبارك الله على إيمين تانوت هذاك الشيء وعلاش تنقلبوا حنا عاود يرجع لهذا إيمين تانوت هذه والنادي دابا هذا غير واحد النداء أنا غادي نقولوا للناس ولاد إيمين تانوت اللي خارجين من إيمين تانوت دابا الناس كتستثمر تبارك الله كاينين ناس واصلين وكاينين ناس تبارك الله تيستثمروا في مشاريع هذا واحد المجال خيص بينا بغي يستثمروا فيه يجيو يستثمروا في العنصر البشري يمين تانوت تبارك الله كله هي شباب كله هي كفاءات يجيو علاش ما يقدروا يديروا اكاديميه ديال العاب القوى هنايا علاش البنيه التحتيه عندنا في الجهه كلها هي ضعيفه في هذا المجال هذا عندنا بن قرير سونتر ما يمكنش تمشي تلعب فيه مره مره كينظموا فيه شي حاجه عندنا تحنا حتى هو سونتر ما يمكنش تلعب فيه كاين ديال مراكش ديال سيدي يوسف بن علي راه حتى هو مرات تقدر تريني ولا دابا السي عصام كيدير بعض المرات يدير جوج المرات مراكش في السيمانه باش يدير الدراري يديروا كونسونطراسيون في مراكش واخا هذيك العشيه غير يستافدوا
باش يعرفوا شنو لان تابعه الحد تابعه البيس خصو راه كيضرب هذا السيد الكيلومترات راه دابا هذا النادي السبري الوقت ديالو مضحي بشحال هذيك التضحيه شعار ديال عصام هو انا كنشوف عصام واحد الانسان اسم على مسمى انسان عصامي دابا بغي يخلق فعلا شيء من لا شيء راه شيء من لا شيء انا ما نكذبوش ما يمكنش نضربوا الشمس بالغربال لا ما عندناش ولكن عندنا واحد الحاجه اللي هنا هو الحب ديال هذه الرياضه والحب ديال هذه المدينه الحب ديال هذا الوطن وواحد المحبه اللي كاينه في المجموعه المجموعه تبارك الله كاينه نيسبري ديكيب كاينين الناس اللي هما ما نهضروش يعني و تنقول على السي عصام تنقول له اجتهاد البطولة ما يغرقش غادي نوصلو نوصلو ان شاء الله ما ما بغيناش نهزو يدينا لانه علاش تشوف تبارك الله كفاءة الدراري في ظرف عام ونص تبارك الله هما غاديين للمنتخب يكيدي على سبيل المثال راه يكيدي راه هما اللي ربحوا لا كوب دور لا ميداي دور في الاردن بار ايكيب كلاسمون بار ايكيب وكاينين لي فوتو الفيسبوك وهذا راه كاينين لي فوتو ديالو هو دابا وصل لك واحد البوديوم في كاس بطولة العرب ايت سي كانوا طالبينو البطولة العالم في صربيا الاولى هذا كوفيد وكذا هذا الكونفينمون هذا راه ما مشاش يعني راه هذا الوليدات دابا كاينين ثلاثة باغيينهم السونتر ديال تحنوت المعاهد الوطنية باغية الدري يعني مثلا راه بيبينيير ديال العاب القوى وبامتياز وبامتياز لالتيتود الناس علاش لانه العاب القوى هي واحد الرياضه ديال لونديرونس ديال قوه التحمل والانسان ابن بيئته اللي كيعيش في الجبل ودوك التضاريس وديك المعاناه والحفاه وهذا والمدرسه بعيده عليه ب 10 كيلومتر ولا ويخصو يمشي ويجي وكذا هذاك هو الاتليت حتى يمكن انا اخر مره تنتفرج فيه التربيه دابا داك ولد الرشيد ديالي كان جا مسكين اول مره تشارك تما ولكن كيفاش ربح راه كيعاود من لا شيء من لا شيء واحد القضيه دابا شتي دابا سميتو ايميم انت مثلا النواحي دلاتليت لي زاتليت هنايا ما تيخصكش واحد المجهود اللي كبير انك تخدم معاه بزاف ولا الموهبه ديجا كاينه داكشي ديال الله سبحانه وتعالى كتعطي غير شويه ديال لا تكنيك شويه ديال الخدمه هو بطل وصل برافو عليك هذا القضيه راه هذه راه ولات عندنا بحال الطريفه من الطرائف اللي وقعوا في النادي وراه ديما فين ما كنهضر تيقول لي غادي تعاود تقولها وغادي بالمناسبه غادي نقولها كاين حسن مزلدي عندو مينيبيس هو اللي كيتكلف لينا بالترونسبور كيدينا سي تان جون تيلعب الكره كذا دابا على حساب الطريق ولي كونترول استخرجنا ليه ليسونس ديالو ديال العاب القوى لانه كيتكلف يعني خصو ولا بدا يشارك مشينا للعيون الملتقى ديال السي احمد الدرهم في العيون مشينا قلت ليه خصك ولا بدا هاد المره تلعب قال لي انت غادي نعيا وانا غنصوب المهم تشوف اش بغيتي إذا قلت لك اشمن رياضة ودي السيبريك راه الناس اللي متتبعين هادشي راه شهادة وعشتو هنايا الرياضة علاش مشى هذاك السيد ودارها وتكلاصا دوزيام في ربعة ديال لي زون هادي راه لي زون عندنا من مراكش حتى للداخلة ربعة ديال لي زون رمي الرمح جابلو شافها قال لي هادي دخل لي السيد دخلوا للكومبيتيسيون بالإقصائيات تقصوا عباد الله دار دوزيام وعاودها مره اخرى بقلميم ايه دابا بحال هادشي صبريك واش يخليك تبحر تدخل البحر ولا ترجع بحال هادك تخرج خاصك يعني عندك زعم الاساس لا باز كاينه الماده الخام كاينه خص غير اللي يدعمها واللي يخرجها واللي يبينها كي قال السي عصام شويه ديال التقنيات شويه ديال ويجيب الله التيس وفاش تنهضروا السيبرك على الدعم ما تنهضروش فقط على الدعم المالي حتى الدعم المعنوي النادي عنده واحد النقص كبير بزاف في الدعم المعنوي بزاف اكثر من الدعم المالي علاش النادي راه ما تيسول عليه حد النادي فرض النتائج ديالو فرض ولو اتصال واحد الا من واحد الشخص العامل السيد العامل هو اللي اتصل واحد النهار اتصل بالرئيس هناه بالنتائج اللي تداروا واللي تيتداروا في واحد المناسبه
تقريبا شي وقله شي 3 شهور هذه. اما بالنسبه للمسؤولين ديالنا في ميدان زعما قليل اللي تيهنيك مبروك ولا قليل اللي تيجي يهضر لك التدريب مثلا فاش تيكون سي عصام تيترني بالدراري راه كاينه واحد البلاصه كدينا بالطاكس من هذا المنبر تنشكرو حتى هو انزيم رضوان انزيم عطانا واحد القطعه ارضيه جبنا طراكس وجبنا هذا طلبنا عليها تيكدينا واحد لابيست تنترينو فيها فتيترني بالدراري تما ولو زعما شي واحد زعما يبدا يجو الناس ويشجعوا ديك الرياضه ولا يشجعوا ولادهم ولا انا راه دعم معنوي فاش الوليد تيشوفوا داك الاهتمام ان واحد المسؤول ولا الاباء ولا الناس تيتفرجوا فيهم ولا هذاك راه تيشكل واحد الحافز اللي يخليه يعطي بزاف. ماشي ديما تنقولوا راه خاص الوالدين اولى ماشي ديما تنقولوا الفلوس لا العكس ديال كره القدم شي شويه كاين ليها واحد. فالبارح قعدت مثلا شفت داك التاهل اللي غادي يديروا اصحاب كره القدم شفت ناس بزاف زعما يشجعوا هذا لاعب القوى لا فاش يحقق شي واحد النتائج تلقى واحد ولا جوج اللي راه ما انه تتكون شي نتيجه اللي هي احسن من كل شيء وما تيكونش زعما داك الدعم اللي داكشي علاش قلت للسي عزيز قبيله قلت ليه ودي النادي ما خداش حقه اعلاميا يعني هذا هو الاشكال خصنا بحال هاد البادره اللي درت السي وانا كمزيان ما كرهناش حتى حنا نعرفوا بالنادي يعني في وسائل التواصل الاجتماعي على اثير الراديو على اثير باش الناس يعرفوا بانه السي عزيز دابا بولقيد ما عرفش بانه راه كاين كلوب في البلاد اكثر يا هنا ملي تخرج المدينه هنا تسول هذا ما تيعرفش ما عارفش ولكن الحمد لله حنا تنخدموا في الصمت هاد الرياضه راه فريده من نوعها ما كايناش بحال هذه الرياضه في جميع الرياضات انه الانسان تيكون مضطر في مينترنت تيصدق بوديوم علاش انا في عمري 52 عام مازال ما ركبت في الطياره الدراري مشاو فيها للداخله وجا شتي فين كتوصل هذه الرياضه سيبك ماشي انا كنبغي نقص شي رياضه اخرى ولا كاع الرياضات زوينين ولكن هذه الرياضه دغيا كيوصل الانسان دغيا نقطعوا كلامك مولاي مهدي الله يحفظك عندنا واحد الاتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا انا ودي استاذ رضوان ودي الله يهديك السي عصام هذا سي عصام دري كيداير سي عصام كلشي مزيان الحمد لله الحمد لله مرحبا لايف وشفت الموضوع ديال العاب القهوة وبان لي الصراحة أييه كان في ولاية بلادي تحياتي ضروري نتدخل فعلا مرحبا سي عصام حيث هاد النادي تقريبا من أكثر الجمعيات اللي مظلومة في إمنتانا بالإضافة لكرة السلة نادي كرة السلة هاد الناس هادو كيشتغلوا في صمت وكيحققوا نتائج اللي كترصد لها مدن أخرى واحد الميزانية كبيرة وواحد الدعم مادي ومعنوي كبير وما كيوصلوش تقريبا نصف ديال هذاك النتائج اللي كيحققوا هاد الناس للأسف هذا مشكل ما عرفش واش نابع من واحد المسلمة عندنا أن مطرب الحي لا يطرب أو أننا كنحتقروا بزاف الكفاءات ديال الإيميتال لذلك هاد الناس هادو ضروري وصبري كنشكرهم وأنا كنشكرك بزاف لأن شكر موصول السي عصام المجهود اللي كيدير مولاي المهدي هذه سنوات يعني راه دابا راه تقريبا واحد تكون واحد 10 سنين او اكثر هو في المجال نعم وفي النادي والاضافه النوعيه اللي قدمها السي عصام
بالاضافه للمكتب الجديد على السي عبد العزيز بعدا مع يا سي عبد العزيز ياك عبد العزيز اضافه اللي قدمها يعني هذه المكاتب الاخيره فتبارك الله عليكم بارك الله فيك. انا سمعت بانه كاين غياب الدعم المعنوي ولكن كنا على يقين انه الناس من الناس متبعينكم يعني الشباب واخا كاين ممكن تعد مسؤولين ممكن ولكن الفعاليات والناس اللي عندها مع العمل الجمعوي كنا على يقين انهم متبعينكم ومساندينكم وان شاء الله بالمزيد من التوفيق. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك. العمل اللي درتو ماشي سهل. بارك الله فيك. خاصكم تفتخروا به. شكرا السيد. بارك الله فيك. انا وصلتكم. انا بعض المرات كندوز وكنشوف هذوك الشباب هذوك الاطفال بعض المرات في الشمس بعض المرات في واحد الظروف يعني اللي صعيبه. وانتم واقفين معاهم يعني كتعطيوهم من وقتكم وكتعطيوهم من الخبرات ديالكم راه هادشي الدول الاخرى كيكثروا عليه فلوس كثيره صح انتم هادشي كتقدموه بالمجان هذا كيدل على ان الحب ديال المدينه راه ماشي فقط كيكون على المستوى السياسي لكن حتى على المستوى الرياضي صح وهذا كيقول انكم فعلا كتبغيو مدينتكم نعم راه ماشي سهل كان نعاود نقول لكم بانه استمروا العمل ديالكم ان شاء الله يكون على يقين انه غادي يحفظ الثمار ديالو وان شاء الله غادي ترفعوا الرايه ديال الامكانات عاليا ان شاء الله ورفعتوها ولكن نتمنوا ان شاء الله على المستوى الدولي. خاصة عصام عنده الشهية كبيرة. ما كيشبعش. خاصة عصام ما تيشبعش من هذا الانزال البوديوم هو عينيه هو الشهية مفتوحة. مرحبا وكل على يقين انه قال لك من جد وجد وانتم خدامين. الحمد لله. اذا انا باش ما نطورش عليكم. شكرا بزاف استاذ عصام. بارك الله فيك. لكم جميع الاعضاء المكتب. بارك الله فيك وكذلك جميع الأفضل الشباب والشابات اللي عندكم وفي أي مساعدة ما الله يكثر خيرك يعني راه ماشي إمكانيات ولكن في أي مساعدة تقفوا عليها ولا شي حاجة شخصيا مرحبا الله يكثر خيرك نعاونكم شكرا بزاف السي عصام شكرا بزاف شكرا والله حنا استاذ احنا كنديروا داكشي اللي كنعرفوا ليه الشجاعه ديال النادي راه فكره فائبه بزاف الحمد لله بارك الله فيك هو واحد الدعم معنوي اللي ان شاء الله الجديد ديال النادي غيبقى يكون ديما في الصفحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحياتي لكم شكرا بزاف استاذ شكرا بزاف على خطرك منين منين غادي من دانا زير انتيني برك ديتنا غير كلي بدا احنا اول احنا يراس عندنا اللي دماغي لا نفيونا ردني وري السما السما نور الناس فؤاد اسي هذاني اللي تنكي فؤاد فؤاد حط طارت سن فؤاد تبارك الله لنوريس شكو غيك لي ولا نهضر نبقى نهضروا بالعربيه حيت ما عندنا لا راني السنة شكون لا نكري وليون توجهن السي عصام تين بانه من ديك عصام استدريب الشباب العاب القوى يعني بس سامر تشرحتي متناد بانه من تكيت التدريب اولا اول حاجه صبرك كي يغ عد سابق يعني ديجا زولغ الرياضه لعب القوى الحمد لله داريت رتبه 8 على الصعيد في بطوله المغرب في العاب المراسيه من تما لي انقطاع يعني بحكم شنو الظروف
صافي من تما تجا خصها ناس كرة القدم طور المسيرة من بعد إلا كان اتصال السي بريك سير الله يسخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مزيان وما بخير. أنا السي بريك لهنا الله يبارك فيك ما دير غير لهنا. عمر هانية كلشي بخير. الحمد لله بارك الله فيك. أسيدي نشكر بعدا في الإذاعة هذا السي بريك لديك محمد الأشقر. السي محمد الأشقر مهلا. شكرا السيد محمد السي محمد السي محمد شكرا السي محمد تنمية السي محمد باش بخير بعدا كون مزيان الحمد لله بخير استعداد نشكر الدراري بعدا اللي قوم مزيان الدوري مقوم صراحة خدمة زيادة خصوصا المجال العادي والريفي نعم صراحة خصنا ندعم مزيان باش تقدمني المستوى خدمة زيادة ان شاء الله ان شاء الله هادي غير لا الدعم لا مادي ولا معنوي هادي النادي غنتهنى بعدا سميتو في الانجازات اللي قدم بارك الله فيك بارك الله فيك السي محمد بالمناسبه السي محمد داك السي محمد الاشقر نعم السي محمد تيكو من بين جنود الخفاء المجلس البلدي الجديد نعم اللي دائما تغردينا يعني وقت ما نحتاج لشي الحشد لأن شي الحوايج وراه تنزل ديما بدا تصدق قرص الرايس وهو في شاغو هو ناهو يعني يكفي فقط التوصل الذهني الناس مرحبا سي عبد العزيز مرحبا سي عبد العزيز مرحبا سي محمد نبقى المجلس ان شاء الله هي تدعم ان شاء الله سميتو حتى الا نخدم ربي صراحه انا تمازي فضلت زدت الكلام ربي ان شاء الله ان شاء الله هذه تلقى الشباب شكرا بزاف السي محمد بارك الله فيك التعاون فيا تاع الجانب ان شاء الله ان شاء الله من جاني يا الله يكون يحفظ ربي شكرا بزاف السي محمد بارك الله فيك الله يسلمك الامور تاعك المكالمه السعيده مولا انت اللهم امين الله يسلمك شكرا السي محمد بارك الله فيك يلاه سي بريك يلاه تنك جلس يا سبب دا ذاكني وريف التدريب يعني بالنسبة لمجال التدريب الحمد لله يعني في الظرف ان شاء الله نعم ونص الحمد لله سير يعني مجموعة من الدورة التكوينية سواء على مستوى العصور مراكش سواء على مستوى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يعني دورات يعني تكوينية يعني مستمرة اهم دوره تكوينيه الحمد لله يعني في المعهد الملكي مولاي رشيد عن طريق يعني مكونين عطور فرنسيه يعني واحد يعني فورماسيون يعني دازت باعلى مستوى نستاف الزيس يعني بشكل كبير الحمد لله مجال تدريبي ورداتي ديال الحدود الحمد لله رسول نتبحات ان شاء الله لا ننسوا شي الطموحات ديالنا من هنا تكون ان شاء الله مستقبليه لما لا الحمد لله نوصل لشي المستوى اللي مقور بزاف باش نقدر ان شاء الله نشيط الاضافه يتمازير نشيط الاضافه للدراري هاد باش ان شاء الله نتمد شي المستويات اللي مقور ان شاء الله غنتمنى في الدار المستقبل ديالو اللي راه كامل الله لا لا تس ديال الحاج السلام عليكم مزاكي نقول شي مزيان الرئيس بارك مزاكي بخير سكيس على خير لهنا الدار الحاج لحسن ما تعاودش يا مجرى الدار البيضاء الحمد لله بخير الحمد لله في الجيجن هكا حمد ربي الدار الحاج لحسن اسيدي هاك نتشكر نتشكر الرياضيين اللي زاكي لهنا تبازيرتنا اللي راه الناس اللي كانوا تتفرجوا على الحاج يكسر كل على خير ونتسلاكم الحمد لله لاباس سعداد الحمد لله ايوا الحمد لله اش كان نسي ولكن نشكر الرياضيين بعزان نزلت تحت كي الريس بريك ما كانش كيش الشيش المقابله سكورتنا مع الوداد يا وانا ويد قام انا ولا غصار نستقبل ايت العاد يوري في نتبازير تاع التزله يدرنا يا سي فورك يا سي بدنا اللي غا يطاو العاد يوري فينا غير ناغل بالتقداسي متقنني من ثاني وصغير وصلت جسد متنس العشر عدو الريف يعني الرياضة بالكل
تقول كانت مقرر كاين الرياض ما كاينش اهتمام بزاف واش تنركز انت غادا نرى غميد اللي داري لا مازال تعاوننا ماس النادي زود الشباب بديس نتعاوننا كل شيء لا ماديا لا البدلة الرياضية لا اي حاجة لا سنتيني ادور بخلف في النادي هذا بديس بيد ديما ان شاء الله يا فعلا فعلا سي بركاسي انت لازم تدير بحال اللي بزاف الخير الناس زعما كيرنيس والتقن اللي شقا صغير لينا شكون راه الخير الناس يعني فور كاين خاصة تدقوا على بيبان بزاف زور كون يعني زعما اشكو الله يكون في عوانهم زعما خير خيرنا هذا تنوري اللي سكان هذه فكان الدراري الصغير المنتخب الوطني المغربي اللي الدراري تشاركنا البطولات العالميه الصغير غيد نعم سيدي مزيان اسيدي فوق يا سيدي حتى كي سي الحاج كازا غيني خصني زوج الجمعيه تاع النار تكرا ابلاد نورت بخلط غماسه نكرا دي فوق الصغير الله يريد من الاخر ان شاء الله ان شاء الله سير نسكر المحاوله ان شاء الله ان شاء الله الله يخلي الحاج المهم نتمنى التوفيق ان شاء الله يا ربي امين يعاونوا ربي يتعاونوا في المسيره المهم سافر خصنا الذات اللي مسكينه اللي دسنا مع الزنصريه ديالنا اللي اسي شفا ربي ورينا على الاخر ان شاء الله كل يحفظ ربي السلام عليكم الله يفيد الحاج شكرا شكرا بزاف الحاج أرسلني مير الحاج لحسن وشن اللي ديدنا غي إني ركام زغطن دي انت تقميت يوم ليل ترى سنتيني تال مير دنك دي مال اللي ديدنا غي فلان أدني وريد ده المدرب النص يا سماح الليق فانت ده غي كمل فيعني لا نسوي الحق أنا يعني النشاط النادي درس كراس دام السند بالنسبه للنادي يعني هي مقبل في نهائي بطوله المغرب اللي غرات ان شاء الله شهر 7 نهائي بطولة المغرب المدنية يعني الجامعة الملكية ونهائي بطولة المغرب ده الألعاب المدرسية يعني درنا إن شاء الله الاستعدادات غيكا متواصلة لأن برنامج تدريبي نصرت إن شاء الله من هنا إن شاء الله باش صغير شهر 7 إن شاء الله باش الدراري ديالي نغيت الفورما يحسن باش قدر أنهم إن شاء الله باش تكون سباقات اللي لهم مستوى إن شاء الله ان شاء الله تاكل نتمنى غمد اللي راه يزر اللي يزران اللايف هذا ولا ولي راسو اللي يزر الفيديو تجي ان شاء الله راه يلي على باج فانت اي تواصل الجمعيات ولا النادي الشباب من دانوت الالعاب القوى فانت اي تعاون حتى انت الشباب ان شاء الله شكو دارس تو يسوا قدام دير خصات ندعم ان شاء الله راس نتمنى التوفيق فانت الدغلي وريد بالمناسبه الصبري نعم النادي راه فاتح باب الانخراطات أيه. باش الناس اللي بغين خرطوا في النادي احنا غنخرطوا معكم ان شاء الله مرحبا سيبر من يعني من راديو ايمين ثلاثة انا كان الانخراط ديالي معكم سيبرك. ان شاء الله ونجيو مرحبا سيبرك ونكونوا معكم حتى حنا ان شاء الله يعني اسي بلادي يغنى سخسعت السوالف في المراكز هاني لو كل شيء ارتيني اقوله قوس غيض غيض يعني لاش دوري سكر مجلس البلدين العمل هاني لاش دوري سكر يعني ما غاد تريني الدراري غوف مشروع اولا مركز تكوين بالنسبة للصبريش يغلق قسم مجلس البلدي يسير وحدوته هاتي المشاريع عام قوتنا بزاف راه تخصو تيلي الدراسه راه تخصو الوكاله راه تخصو وزيد نولد دونك كوني ما نتمنى الزم مجلس البلدي باش المشاريع اللي سنيت هذا نطلق الدرس السيديات العقليه الرياضيه بمعنى كيسي يمكن اللي تفكن سي الدرس اللي يصبر اللي البعد الرياضي اخت مزير تاد واللي اختو شكيتي غير مول نتني المشروع انا في حد ذاته كاع مشروع انا ثلاث ديال الصاله البلد يعني سنتني قدرت ذاك تشان الفروقيه ديالنا ديال تيتكرر بطبيعه الحال غير لا غير لا مركز تكوين مثلا للتأهيل ولا مركز او لا غير مركز للتدريب فغير كمثال باش وكرا نفهم كل زوروس كمشروع اللي مشروع دار النادي ولكن نحاول فلاس ندافع نحاول فلاس نسير لقاءات نسير لقاء العام نسير لقاء المجلس البلدي نسير لقاء رئيس المجلس الإقليمي
زود العامل زود رئيس المجلس الإقليمي أرد تحولنا أنه مشروعات اللي دانا غيرنا ذا خطوان السيمينيلت نكون ما جانا هدفنا وكل مشروع على التناوي سيمينتانوتو بالضبط ماني المركز اللي اختين كان شينوا صارت المركز اللي اختين كان شينوا المركز انا كاد انه كلي كان هادي انه يسلي بيوتا يسل بلايص ما غيكان يسيا زود زود ديال المركز اون فاسنس مباشرة الى واش انا ننزم نقترح فلاسنا ودي خصها انا جالا ني خصك انت الطريقه ما تفهم الدنيمي جوج ديال بنسن سكن غير غين الحلبه من 400 متر طو زونتنس رد تستغل لأنه كنت نيتير أنا إشان الملعب القربي غير تيسير نرد يشاديس نرد الملعب يدني القازو غير تيسير نرد نكون المدى غير تهمون هو داسي دور الصور تيلي جيس 400 متر نرد يتشان الزبرة رد في المغاقين والبلاصه شنو استشير المجلس البلدي استشيرو ركيسي الشوم نرد رستيس اللي ما كاين نادي النادي ولا السوري حتى جاب دايز ذقور اللي بيبان المجلس البلدي انه هذا سكة هذا سكة الدعم بمعنى انه النادي راه داسي ليا المورد اي مازال يدي ميكات المصاريف اي ومن طور يستافد النادي الزحلبين هذا سكة هذا سكة ارقام قياسية الدراري اللي راه تلعب التخصصات المسافات في نفس الوقت لكن سنة تلعب تجي ندور السياحة تلعب المنطقة تجي تدي تجلب السياحة من الرياضة تزول إفرن بدل مثلا الزمراش نيغد الزوغة ديال نيغد الزعيون بدل يتزال إفرن لي كونديسيون إفرن الآن غير من تانوت بلا ثلج يعني من تانوت يقدر تخدم طيلة أيام السنة باش تخدم على الوقت الثلج الموقع ديالي ميتان مراكش ها الصويره ها كادير الموقع استراتيجي كلشي قريب يعني غاتريني هنا في لاتيتيود غاتنزل تكاسي في الزيرو في البحر وزيد واحد المساله غتكون ديك الحلبه اون فاس مع ديك الحلبه شنو كاين اورغوس مسارات كاينين باركورات عين الجيف يعني يقدر الواحد اللي هذاك اللي بيجي ستاج ديك في انتيريوت هذاك اللي بي يقدر اشي غلي الجبل غير الجبل كيزيتريني الا الارتفاع ديالي يسر لي باركور مزيان يرى البلا هاتي لا يرى المنحدرات هاتي لا كلشي يتوفر ما يخصام غير شركه تكنيك ديال العقليه الرياضيه اللي رينشر اي فهم اي فهم اي يسير الدراسه ديال المشروع هذا ستيف مزيان صدد هذا الكلام اللي قلت السعد هادي انه المكتب المديري دابا ديال النادي ناقشوا باش نعاودوا نحيوا السباق الوطني اللي كان تنظم في 2014 و2015 في ميتانوت ولا وما له من افضل على ميتانوت لان جاب واحد العدد ديال المسائل اللي هي مهمه لميتانوت كتكون اقتصاد زعما مشاريع المجلس الاقليمي بزاف ديال الحوايج تصوبوا غير هذاك النهار تبارك الله الرواج وكذا وكان سباق وطني ولا سباق دولي ولينا جوج ديال الجوائز ولينا عطينا الدوليين الجوائز ديالهم والوطنيين وتعاود ثاني في 2015 ديك الساعه كان السعي صامنيترا كان في المنتدى ديال الثقافه والفنون من المدعمين الاساسيين ديال المنتدى هو اللي دعم ذاك السباق وخرج زعما ذاك الشيء رائع ولكن خصنا حنا دابا نعاودو نحيو هذاك السباق لانه غتستافد منه البلاد بزاف حنا كنخدمو في اطار التنمية ديال إيمين تانوت بغينا هاد الشيء يكون إن شاء الله. حنا السي مدير واحد القضية حنا راه سفراء ديال البلاد بطبيعة الحال راه السي بريك راه تسليت عداء فلان من مدينة إيمين تانوت السي تغرباط السي تغلى عيون السي تغدا خلا السي تغناضور طنجة يعني تعرف السي إيمين تانوت نتحول ما أمكن الصورة يحرسنا في مزيرتنا شكون تهزنا في مزيرتنا نريد نسنيك لو ماكسيموم غير اللي دار نغيلان الحمد لله ديما نفس التوجهات لا الاطار التقني لا المكتب المسير الحمد لله ديما تمازال التليفون قادين في التوريد وقادين في العريش وقادين شحال مره الناس يسمعوا ميتان تيقولوا فين كاين هادي ولا تيشوفوا الحمد لله طوموبيل فيها ميتان تيقولوا شكون ان السؤال تتعرف الرياضه راه قاطره الشعوب السي عزيز بولقيد يعني ماني غير تنظم الملتقى الوطني من يوليوز
الملتقى الوطني غيسول في بطولات المغرب شكون مجموعه من الملتقيات السباقات على الطرائق السباقات على مستوى الحلبة المطاطية غير بالنسبه للبطولات المغربيه غيسول في بطولات المغرب ان شاء الله مدينه الرباط ان شاء الله تعالى غير دار بطولات المغرب الملحق ديال الملعب مولاي عبد الله ان شاء الله. سؤال كيبقى ديال السي عزيز بولقيد هو اللي كان لاحظته في التعليقات داكشي علاش بالنسبه لواحد القضيه سمح لي السي عبد هذه النادي راه مقبل انه يدير واحد رحله جماعيه لمدينه الرباط باش ان شاء الله نتفرج الدوري المسي اللي هو دوري عالمي اللي تشاركنا يعني ابطال عالميين كان لغي نتنسق الجمعيات المؤسسه التعليميه باش ان شاء الله انه الاكبر عدد ممكن من 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 التلاميذ من 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 الاشخاص باش ان شاء الله انشيت الصوره يتمازير باش الناس كيطلب سمانه ان شاء الله غنحدد هذا ان شاء الله في اطار الدعوه موجهه للجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كاينين في ايمينتانوس والنواحي ديال ايمينتانوس يعني شي جمعيه عندها ترونسبور وبغات تشارك في هذا الحدث يعني بغات دير الوليدات ديالها ديال الدوار ديالها ولا ديال المنطقه ديالهم ف يتصلوا بالنادي على اساس ينسقوا معاه على ذاك النهار اللي غادي يمشيو باش ملي يوصلوا تما حيت غنمشيو كاملين دقه وحده يعني المنطقه ديال ايمينتانوس بالمسائل ديالها وبالكيب ديالها يدوا الدراري يتفرجوا في المنطقة المسي وغادي نرجعو كاملين ان شاء الله. لا هو ملتقى عالمي غادي يكون ان شاء الله مقاليه ويشوف العالميين يعني في المستوى العالمي ان شاء الله نتمناو يوصلوا الجمعيات ديال ايمينتانوس كامله ديال النواحي ان شاء الله نتمناو خير لهذ البلاد وعند الوليدات امين. علاش تنشطرتو الترونسبور السي بريك لان النادي كذلك كان عنده الحلم ديال الترونسبور ان شاء الله راه شحال من حاجه الا قلتي النادي راه كاز خاص يكون عنده مركز خاص عنده ترونسبور الزبريك راه كنوصلوا في العام 12000 كيلومتر وكنقول هذا الرقم وكنعرف اش انه حنايا ما تنجلوش ما تنلعبوش محليا ولا جهويا حنا بحال دوك لي شاسور دو بريم بحال دوك الصياده فين ما كاينه الصيده راه خصك تمشي غتقدر تلعب هاد السيمانه في العريش السيمانه الاخرى غادي يقول لك العيون الاخرى اللي من بعدها القنيطره طنجه تاوريرت يعني عاد ترجع لمراكش لانه التراجي القليل اللي كنضربو حنا هو هذا ديال مراكش ما باقي راه كلها هو الدخله العيونها وماشي غير حنا هادو بلا ما قلت انا كرئيس ديال النادي في نفس الوقت عضو في المكتب المديري ديال عصبة مراكش تنسيف الحوز هذا شرف النادي ديالنا انه كناخذ هذه العضويه وسط الانديه اللي هي كبار راه لوسي بي جي بن قري راه قلعه السراغنا الانديه ديال الاشبال مراكش كاين انديه اللي كتوصل 30 و38 في الجامعه الملكيه في الكلاسمون ديال الجامعه الملكيه اللي تحتل فيهم النادي الرتبه الثانيه ولا الثالثه اصلا الرتبه الثالثه في الترتيب ديال الانديه 28 النتائج في 28 نادي حنا ما عندناش ترونسبور هاد دابا تصور الا كتسافر 12000 ولا 13000 كيلومتر في العام بلا ترونسبور بحال داك اللي تيمشي بلوتوستوب بحال اللي تيمشي بلوتوستوب خصنا الا كان لهاد الامكانيه واحد النقل رياضي راه مزيان نستافدو منو نستافدو من هادو لو كيفاش كتدي انت الدري مثلا كريتي طوموبيل مثلا دوكر ولا واحد النوع بحال هكا وتدي فيه 8 ديال البلاصه حتى العيون كيفاش هذا الولد غادي يوصل كيفاش غادي يلعب كيفاش هاد المره فاش بغا يمشيو الدراري ديالنا للداخل راه ما داوهمش في الترونسبور داوهم بارابي الطياره رجع في الطياره ما يعياش الدري لنا ولا طليت راس المال ديالو لانه عنده ما عندوش رجلين ديال كوايري ولا ديال عنده رجيلات راه غير ديال السلوك خصو ما يتبليساش خصو يمشي في واحد الظروف اللي هي مريحه خصو ياكل مزيان ينعس مزيان وهذا الشيء راه كيعطي المردوديه وتيعطي واحد الصوره اللي هي زينه بزاف للمنطقه والمدينه بزاف ديال الايمتان. وزيد على ذلك السي مهدي حنا باش يعني ننوروا الراي العام حنا ما تمشيوش نهار السباق وتلعبوا. يعني ضروري خصك تبات واحد يومين ولا ثلاث ايام ولا نهار قبل باش الغد اللي تقدر تفيق مع الصباح وتمشي تدير السباق ديالك. الجاهزيه ديما الدري تتبقى ديك الطراوه البدنيه وديك الجاهزيه ديالو باش في السباق
كاين اعتقاد لي ريزولتا اللي الناس دابا عجبوهم وفرحوا بهم اما جاوش من الفرق يعني خصك باش كتزيد واحد يومين ثلاث ايام كتزيد المصاريف عاوتاني ديال الاجتماع والاقامه الاجتماع قبل النسيبه دائما كاين واحد العمل اللي هو كبير ولكن في الخفاء سبحان الله الناس كلهم ديال المكتب المديري وهذا ماشي الناس ديال الصوار كلهم الناس بغاو يخدموا غير في الكواليس صح كلشي خدام الحمد لله راه الامور غاديه بسلام كلشي هو هذاك والنتائج راه النتائج غادي تهضر على كلشي اللي هذا الشيء اللي قلنا نقولوا ما نمدحوش راسنا ولا كذا هذا ماشي الجزائر كان نقطه اضافيه راه ماشي غير الرياضه فاش تيشتغل النادي تيشتغل النادي عنده تيشتغل في المجال الاجتماعي مثلا في الدخول المدرسي راه النادي كاين شي عدائين اللي الحاله ديالهم ضعيفه بزاف النادي تتكلف لهم بالكتوبه ديالهم بالضفاطير وتا الى لقى الصندوق ديال النادي ما فيه والو المكتب تيساهم نجيبو او لا تيبحثوا ليه من عند ناس اخرين خاص المهم الناس اللي الحويجه توفر هادشي تحرمنا منه حنايا الجيل ديال السبعينات تحرمنا منه ياك فهمتي ولكن ملي كتشوف انت يا قادر شي حاجه تقدر تعطي شي حاجه تفرج بها ما كنعطي والو راه غير واحد شويه ديال المجهود واحد شويه ديال الناس واحد شويه ديال وراه البركه وراه الوليدات هما النتائج تبارك الله راه وليد دابا صبرك الا مشى للسونتر شفتي شحال غير المانيتريسيون ديالو الماكله ديالو في النهار شحال كياكل في النهار السونتر سيمدي المنتخب الوطني باش الناس تعرف المنتخب الوطني دابا هذا ديال التحنوت تيوصل كل واحد 180 درهم في النهار تيبقى شي عارف شنو هو الماء ديال الروبيني ولا تيعرف غير الماء معدني هو اللي كيعرف الدري الماكله شي حاجه اللي هي سبيسيال المسائل اللي هي اللبس ديالو يعني ها العائله ديالو تهنات منه ها هو داك الوليد بدا تيتراسي المستقبل ديالو حتى الا ما كانش ان اتليت اللي هو ديال عالمي ولا شي حاجه كيمشي كاين معهد ديال الرياضات يقدر يتبع ويتخرج في شتى المجالات يقدر منشط في الشبيبه والرياضه يقدر يكون بزاف ديال الحوايج بزاف ديال القطاعات اللي يقدر يمشي لهم يعني داك الدري حقق يعني راه ما كاينش اولدي غير القرايه بوحدها اللي تقدر توصلك حنا راه دراسه ورياضه اللي بغينا الا ما شدات في القلم تشد في القدم الا ما شدات في القدم تشد بالقلم هادشي اللي بغينا باش الدراري كلهم يكونوا بخير وعلى خير هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله كنكون باهران سني مارين داني وري دار سينا بينا غير تلقني ميكن وماري هي انا شكرات وتحياتنا للجميع دقائق لازمنا with you.
مدينة استماعي من راديو يمين تاني 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 بركة ديت نغت شجيج نغلا يفن غسل ديت نغلا لنا يعني حري مني بقى رئيس زير نار نسني مير مولي مهدي الإدريسي اللي قالنا رئيس النادي شباب يمين تاني الألعاب القوى اللي ديت نغي حاضر ندرا ديت نغي قيور نغسل ده غيك لي ران نسبرك يعني مزاز لنا ونينو مشاركة غمسنا النادي اللي قان سواسا مساوي احمد قاعد دار اللي يحتلنا اخيرا مره درس رتبه الثالثه الجهه رسمتيني سي احمد برك ديتنا جيج طماز نراجع يمين دانوت داغيت ملتا سي احمد يعني اسمك غير لي لنا احمد المساوي ما انا قلت زيد ما نسين الدراسي دارك الان. السلام عليكم احمد مساوي نادي الشام عدانا دي الشباب من دامت لألعاب القوى السن ديالي 15 عام كانت تاسع إعدادي تاسع إعدادي كانت سنة تاسع تاسع إعدادي مسار دولي حتى عدانا دي الشباب من دامت لا 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 كاش ضربي سي احمد راني سان سي احمد ما كان تخصص زعما سن النادي يعني تخصص تاع 1000 متر اول مره لعبه تلعبه 2:51 ثاني مره لعبه تلعبه 2:46 لعب مدرسي رغم من السقوط ولكن كيف مولاي احمد فهاد اي الكم غير يعني ما يرى سي احمد تلك من غمسنا الالعاب القوى ان شاء الله بطل عالمي في المسافات الكبرى بحال 5000 متر 10000 متر ان شاء الله ان شاء الله الا يعني رات لك من كل شيء ان شاء الله غير الاراده شكون كل شيء توفر تبارك الله دار الاطر ايفولكين يعني البلايص اللي غير التريني ولا كل شيء نتمنى ان شاء الله غمد اللي غير التنين ولا ولي راسل زر الفيديو حتى تزرنا الشباب ان شاء الله تنادي سن تعاونا كل شيء لا مات ديالو لا هنا ويانا باش يعني تمازير نغيمين دانو تسولت لك ما تسكفلتي الزرنا فغيك هذه ان شاء الله يغرني ان سي احمد يعني يستفاد يكرن الصعوبات غمس لونتريما لونتريما الدراسة نبداو شوية وصافي غير ندير تمشي بزاف مزيان المهم تقرا درت كارتر الرياضة اللي كتجيب تارا سي زرنان ان شاء الله رات لك انت تسكفلت اللي باهي توين سي محمد سي احمد الموسوي نعم من بين الدائن اللي النادي وريكورها رغم انه ديك المدة يشمل عام دراسي هذه سي سرسيل برنامج الدعم نعم المدرسة انه اريد تبني سيكل جدية ديال الحرقة باش يعني يجا هو الانس انه الهدف انسي خصا يخصا تيتم رغم انه الاول ديال الانس تنتني فيها انا سيكل مهلة هذه القصة نصادو نتاعو تسع عصاب باش هذوني فيها بزاف نتاعي تواصل الوالدين الانس هذوني سؤال في القضية في المسألة انه المدرسة ميمنيش احمد انه يفتي لي غير فوق المدرسه على اساس انه عرفتو ستيزلا بالنسبه للقصه اول حاجه احمد يعني من الركائز اللي لانغ النادي يعني بحكم الموهبه اللي دارت تبارك الله يلا واش يدني النادي تقريبا يلا يان 6 شهور عيد ولا مع 8 شهور الحمد لله كأول مرة زريخت يعني الحمد لله تلا لا بيرفورمانس يعني الموهبات لا يعني نظرة التقنية الحمد لله نكاورا غنكيديس نسرسي البرنامج باش ان شاء الله نسرسي لوبجيكتيف الهدف من هنا اي مستقبل ان شاء الله غير بالنسبة للقصص يعني المهم اي واحد راه توقع عن مشاكل الحياه اي واحد راه توقع عن جوج الحوايج لا العلاقات نسد الدارس لا العلاقات نسد المدرسه
نتا يوريه الانسان اللي متفوق دراسيا يعني بشكل عادي، ماشي اي واحد يقدر يفتوه الدراسه. ولكن الحمد لله لين التواصل ما بين المكتب المسير ما بين المدرب الاباء انس يعني على اساس السيدي غامغ غامغ القرايانس دول دخل القرايانس حيت المبدا النادي هو القرايه 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 عاد عاد الرياضه زور يعني ضروري خص الزور نسولف نزور نشجع الدراسه قبل قبل الرياضه. الحمد لله نفوغسي نحل تواصلي الحمد لله كاتي احمد اللي جيت ناقل الكلوب تيرسو يقرا يتبع الدرس الحمد لله يعني حتى النادي الموسم الوقوف ان شاء الله تراد السيسكر يعني مستعد انه الاستاذ نيت السي عبد الهادي الدسيفتو ابعد نقطه النادي راه زايد السوايع السيسكر حصص الدعم ونفس الوقت باش يقدر يوفق ما بين الدراسانس الرياضه تشيل حتى غمس الحياة ورنت في الأبطال ورنت فات كرنا اللباس جيسي قبطال الأبطال ودي ولا تتسأل خصوصا ألعاب القوى أي فعلا رياضة الصبر هي رياضة الفقراء ما كاينش ما كاينش ما كاينش كريان وتولي الدار لاباس كان الغولف كان التنس كان السباحة أما ولي سيان لعب القوى مساكن يعني من فئة الهشة كاتين حتى ناس من الهشة غورت لي حتى الزلت حفيان أو تنتمنى التوفيق السي أحمد إن شاء الله شكون أنت درتي الطموح يعني درتي العزيمة هي يعني من ناحية الأخلاق هي بيان ديسيبليني يعني خلوق بزاف الحمد لله يعني درتي الهدف تنتاري تيش ما شنو كيني ريك بطل أولمبي ريك بطل عالمي ورستيني غنكي صغير يعني من هذا البار يعني درت كامل المقومات إن شاء الله باش تكون بطل عالمي إن شاء الله نختم هذا الشباب اللي كان تقدم كل وليد يفتن وليد وقلت تبع نهار الرياضه حيت المهم ماشي بحال ماشي غير الالعاب القوى زيد تاكور زيد المهم المهم الرياضه الاول الجورنال الزنق الجورنال الزنق البليد شرا الحاضر نداء لك من الشباب نغني من تنود فد تمارسنا الرياضات قبل التغريس ان شاء الله ادوري لي الانحراف ولا البليات انا نتمنى التوفيق قد السي احمد الكيسني كبير البطل ان شاء الله شكرا الاضافه السي والاضافه اللي ردني توجه للمحبين من الرياضه غير من تنود والمحبين المحبين العاب القوى بصفه خاصه ابواب النادي فتحنت الدعم المعنوي والدعم المادي يا سولا الدعم المادي فارسولا في اي نادر شي نادر حتى السبرديلات مثلا تشاطاج دولات بزاف سي استخدمت ديالي انت زلا هادشي الا ما استحتاج الا ما استحتاج نصيبري اختي تويت هادي راه سي استفد الدنيا اللي الا نقلجها ليا مثلا الا نتغدى وجا نبغي السبرديلات النادي إجا في حاجة كبيرة إجا في أمس حاجة السبرديلة غنسول ف كذلك ماديا وأن الدار يعني الزار يساهم النادي الزار ديسي تعاونت الأبواب النادي كذلك مفتوحين من خلال الإنخراط اللي رزم النادي بالنسبة للدعم المعنوي كذلك النادي أريد أتمنى مثلا يوس انه يلوح الاعلان من السباق مثلا مراكش نير الدار البيضاء نير الدار الرباط نير الداخله نير شي راه البلاصه شي تيرانيا اني شاو دين كي راه دون مولا اتفرجا ري غا دعم الدراري معنويا يعني المساله قلت لي وتا يدروس ما دعيت من غير الاصدقاء اللي جا مقربين بزاف نتعرفن نتنينا ني تاشين شي ني كميسا نجيب بنسا مثلا يخلص المازوت فوق ونسي يخلص الماشي فوق ونسي شي يتفرج يشجع الدراري يشتاغويت يحسو ستبوري شان الوقت اللي الوقت اللي يغلي شراني مثلا سبوديوم تينا تيسن تنس تينا انه يجز نادي شباب ايمين تانو تلي العاب القوى صفقنا يعني الشعور انه راسي ست وراسي سويت الثمن دعمان كذلك ولي سويت الثمن دار العدائنا اللي يغدي سنت موت مثلا يغدي سنت موت تاع الميبيس تيكا ودي سنت دي سنت تشجعت نتيجه الحش يمقور مع انه
نتمنى ليش من المستوى هذا سواء جن الاباء والاولياء والامور سواء جن المسؤولين سواء جن دا كرسالة أخيرة نتشكى بزاف ديال أخيرة لا دين ريكسيون غير 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 قد اللي ديتني تاع الانخراط يعني ميدن يغرانا نخارت من نزلت فتن من غرقنا فيه بالنسبة للانخراط ف اتصل واني رانا انخرط اي واني رانا انخرط اتصل يا اما الكاتب العام النادي ني غدا يتصل سامين سامين النادي تلا بطاقة الانخراط يوجد النادي يعني توجد الانخراطات راه يعاون النادي بزاف في الحقيقة نوت الحوايج اللي غادر ستي اللي غادر ستي نتا المشاكل زود الفترات هاد مثلا اللي تبدل الميزانية ولا التيليات حتى في النادي مزي تحريش شوية كنسمي ميرا سي على هادي فهاد دنست قبل البطل النغاء السواسي ما مغار ولا نتا ندي غيدير يمكن وهو الغيد تمسير تسمس يمكن ماركا دارسينا بلا كارت بارانسني مير نتا اللي فني لا لحم الغوسيان دار المونتاج ايت مدي السماء من راديو يمين تانو تانو تيني بركات غيك اللي بدا فدا دار نص بركة هي البطل اللي دار اللي ديتنا غايني كامل غيك هذا ما سنيكي ورنا غا دين بكي ورنا غا سنتيني برك ديتنا غا اللي كان سوا الساغا وسيم امغار عدا ولي يكشم دغا الرتبة الأولى كاس العرش ما سنرباط يعني اخر النتائج اللي سكر سواسيم وايغا يكشم الرتبه الاولى ما سن كاس العرش الرباط سواسيم كنقول لك مرحبا بك راديو الانترنت شكرا على الاستضافه وكنشكر المتابعين ديالنا شكرا بزاف الله يحفظك سواسيم البس هذا بنا نعرفوا على سواسيم يعني امتى بديتي الالعاب القوى ومن المراحل منين دزتي يعني وسيم الدراسي ديالك بسم الله انا وسيم امغار من مدينه امين تانوت لفئه الشبان عندي 18 عام من مواليد 2003 في الشهر 10 نهار 17 والفئه ديالي الشبان دابا العام الثالث عندي في لونطريما يعني التخصص ديالك انت ديما في 1500 يعني 1500 و800 مزيان لا بغينا نعرف على السواسيم يعني تقريبا المراحل من اجل ستة يعني واش كنتي كتدخل ديما الاول ولا الثاني ولا كنتي لا كنت كنجي غير كنت كنجي كنت تريني حتى ذاك العام كنت كنطيح ديما بالديبليسور وكنت انا ويحيى ايت سكنه كنترينيو ولكن كنت انا بحال قلتي كنساعد على لونطريما فهمتي كنت كنبريباريو وفي نفس الوقت كنستعد معاه
هذا العام الحمد لله عاد باش كاين السي عصام احلاق اللي كنشكرو بزاف على المجهودات اللي كيدير معانا. وحتى هذا العام عاد بدينا كنديرو بدينا كنحققو نتائج مزيان الحمد لله. يعني هذا العام يلا اكتشفتي راسك السي عصام الحمد لله بطل ان شاء الله. ان شاء الله ضروري ان شاء الله كنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. كما كنقولوا السي عصام راه عطيني تذكره نتا نايت منك فما بالنسبه لوسيم بعد واحد الانسانيه مواطب يعني في التدريب هي الانسانيه خلق يعني يضرب بين مثل في يعني في النادي الاخلاق ديالو درتي العزيمه درتي لاغاج درتي يعني درتي لوبجيكتيف ديالك يعني درتي الهدف يعني تشكرك بزاف العائله سورتو الابنس يعني تدعم يعني ماديا ومعنويا يعني حتى من ناحيه المعسكرات اللي سير الافران يعني يلاه حاجه شي واحد 15 وما يدوش الزفران هكا الزرين غنيين شهرين هكا استعدادات يعني الحمد لله كانت الاستعدادات يعني في المستوى والدليل بان رتبه اولى في كاس العرش الدري يعني مرضي يريلكم النادي ما يمرش عليه مشيو معاه ان شاء الله بعد نقطه باش ان شاء الله تنتهي يشمل غادر من الاهداف اللي يسطر ولا هي بطل عالمي ان شاء الله ولا بطل اولمبي القدوانس هو سفيان البقالي يعني كنت شفتك تما كرم ديسني القدوانس سفيان البقالي كتين عرفتنا غير في الانستغرام غير الوقت ديسي تريني ديسي قهوه ديسي تيورغ نفس البيت يعني الحمد لله راه لا فعلا حتى الشباب سفيان البقالي راه كاين حتى الشباب ياك ان شاء الله كنتمنوا تكون اكثر من منتف وسيم داش العلاقات داش العلاقات الابطال يعني مغاربه يعني سندو كلو هي ندو كان سنه سنين تيور سنين تريني تاع المعسكرات اللي سير افران يعني تيور غير الدراري حسن تنتمنوا ليه التوفيق والله ييسر ليه يعني سي وسيم ورتا درس المشاركه مع المنتخب الوطني حاليا ورتا حاليا ورتا ولكن ان شاء الله نصرش البرنامج ان شاء الله اللي خدام نتيجه من دابا المدى المتوسط ان شاء الله المدى القريب باش شكون الاتليتيزم شكون العاب القوى الصبر هي مشاريع ماشي ديداش خاصه اسكا خاصها تتبطل خاصها تسرتي المشروع خاصها تسرتي يطلع استراتيجي خاصها تزرت السيوله الماديه ولا الحاله الاجتماعيه للعداء يتطلب بانه يبطل من هنا عامين ولا من هنا خمس سنين ولا على حساب الامكانيات اللي دار سيلان على حساب الامكانيات اللي لان دار النادي هكا وسيم نصرصا غادي يسير المشروع ان شاء الله من هنا المدى القريب والمتوسط ان شاء الله باش ينال كلمه نستنط ان شاء الله. السي عندي يعني الابطال اللي قلت لي ديك الشمس المراتب اللي الاولى الثانيه الثالثه إذا الجامعه وزعما ورئيس غورتا لي المنتخب كان نادي لا نادي الجامعه درستي لي كان الالتفات دار الابطال و مرجنا الصبر بالنسبه للجامعه الدعم المادي السيسور سيكيت يعني وريلي نيسو جاداس النهار راداس سيرت راداس نتصوف غيكا راداس نتصوف بطل اللي راداس نسير توقيت لي هما ناد ارتي لي البريم إدروزن تلت آلاف أو خمس آلاف ست آلاف درهم أشكين في بطل غاس نتي تشيت في حين أن البطل غادي يسوا كاع الثمن ماشي زو تا كرت غالي فلاس خسرت شي غالي فلاس خسرت شي غير لي فيتامين مثلا ولا السبرديلات ولا دوا لا دي زري ست آلاف درهم ندير هذا الشيء تا كرتو تا كرت تا غادي تسقي تا العاب عرفتي الزنزات سميتو يزحم ديال المسألة النادي او لا المكتب النادي ولا النادي بصفه عامه عطيني وقت لي فوغ لي فوغ العداء الزارت عطيني واش تسناو ولا تستافد ولات كان الربح بمعنى انا زود الفرقه خت الزنزه العابر يدي تشم 300 مليون في الصندوق النادي عرفت السير العداء اجا وينت اجا حر وينت لا المدرب اللي دزي كانت مدمره دا المكتب اللي ديتي تزن ورا ديس تشرو كنيت ورا ديس تشرو كنيت ورا ديك دائما يا حر
وكون سرا يفتو ولا مني الزين غير يفتو سي ما تيعجبني يعني المدربان ولا المكتبان اللي صغار يخرب بي اللي غيسير البلاصه اللي تيسير المسائل من الصف يعني القوانين اللي كانت زغ الجامعه اللي زغ النادي كيسر القانون يلعب يعني ولا هذا ستي اللي كان الاتفاق هذاك العقد هو هذا الصبر شي جا قانون دولي العاب كلشي زغ القوى كلشي العاب القوى لا دوليا لا وطنيا لا العاب وزاش اللي شن اشي غادي الى ما بين العداء المكتبه التي هي العقد ارديزنا هي العقد على اساس انه الالعاب وزاش الحق التزلدي يشري النادي يضني نغير النادي ما سيش تستفاد النادي الاستفاده الوحيده هو يحقق شر النتيجه النقط اللي سيرن تحسين الترتيب نس على المستوى الوطني مثلا وسيم امغاري يشم دروي تبع اولا شان السباق ترتيب النادي راه يقلل اون فوا تشمت ما بين 50 نادي الاولين غير المغرب راه سي انا تخصص نيته ويني باش تشم ما بين 50 نادي خصك تلعب جميع الرياضات ماشي غير تيزلا رمي الرمح الكره الحديديه القفز الطولي الحواجز يعني العاب القوى بصفه عامه غادي ديال المشروع النادي يشاد ان شاء الله مستقبلا انه العمل ديال شي ان شاء الله نرزم لي باب يلا شكو يلا فين شي رويش يلا ملعب القرب نتمنى ان شاء الله النهار نفس شي الطراكس اللي سات نسيد راه غير نسير القفز الطولي دار الدراري غزيف تبارك الله التوفيق ياك انا نسكر الكره الحديديه اشوي حتى الكره الحديديه اللي مبنصغي من تنس انا نسكر رمي الرمح ان شاء الله ثلاثه ونذن نسيا باش موري مين نكتشف الابطال من غير تيزا الرياضه ثانيه هي حاجه لا ندبه من القضيه الاستفاده شي سكينا السعب لها الاسم هي اكبر استفاده ضد الصبرك هو الوقت اللي نزري فرحانه كشي من المستوى نعم عشان تمنيت مثلا يفتس برا تلعب ملتقيات الدوليه تلعب الدوري المصري تلعب بطوله العالم تلعب يكون غني هي لوبجيكتيف لنا لا كاطار تقني لا مكتب مسير ولكن كنا نري وكا زيد كوسيم ولا اي واحد ورزي نتسنى ورزي نضرب باش هذا غير عام كوني ولا كوني تندعم ولكن لو بليزير نغ ما تيجن هو تنتناد غير المستوى يمقور وما لوبجيكتيف هادي صافي ما ديجا داخل كلشي روس قدام التلفازه راه كيتبع مثلا وسيم فعلا اه راه سنتينيت عتي الدريات عتي كديف ذا عتي وانا واحد جوج هادي هي يوسي من تانوت اتنتي السيدي لعب بطوله العالم ولا لعب اولمبيا يوسي من تانوت هاتي يعني ناتج خالص النادي غير من تانوت هاتي اللي كيس كلشي تبارك الله كان اللي سنا بدا هذاك اللي ناني تعزز بو القايد ما ديس بيان هذا صح يعني هسه زوز كم بنات اللي لان كازا ولا تونس ولا خبار من تانو ترا يعني واد عندك المعلومه كنت عندك المعلومه بانه النادي لا تدرس المسائل التعاون درس الاضافه درس ولكن نجي الى سول الى سول الوقت الصغير ان شاء الله المعلومه الحمد لله تزال من خلال البرنامج ديال القرص البيبان الحمد لله كنتشكر بزاف السي بورك في البرنامجات في الاستضافات خطر اخترت بزاف البيبان الحمد لله السعيد بورقايد مدني انت على المستوى تمساعد ديال باش ندعم النادي ماديا وبحنا ان شاء الله حقا ناتي غير تمسيرتنا صدق نحاولوا نمشيو سيدي شوف عند والله مش نحس الوقت ما مشاش الله العظيم لان النقاش هي شيق ترزم تصبري هي الباب اللي يدرس التنس دخول غير ما يتيون كان بلاصتين وزوج غير والله العظيم شكون حتى ماشي دارنا خير كان نتمنى الحمد لله نسوا رزقهم ماشي شكون تكام في لا ثقافيا ولا هذا هي انا يزين لي غير حتى الله العظيم غير حتى ما تيون قرر يعني الدراري ولا كل شيء ما سياسيين ولا غير اش كي مرحبا بك في البلاصه هسه باش ولينا في السيف قال هنا يا قلبي دايا اش مرحبا بك
زعما لينا الشرف والله العظيم بدون زعما ما لا نرمي الورود غير تين لينا الشرف اديك نحاضر السي بركه فنان بعدا باش نتشكر يعني في البالماريس اللي درتي لا في السمعه التي اللي كانت في تمازير في تبارك الله درتي الوزنيه كبيره الصحه الفنيه الاحياء الماستيلين زعما فين غير من دازي ما فيش فين فين لغيت غرام زعما اتصلت المكتب يعني وترددنا ولو ثانية وحدة انني حنا مستعدين نشوف اي وقت ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله حتى اغنيه السي مغور ما ديما يعني ابن الميغ تكيد يقدر يكون شي هذه كبرسي الحمد لله التصوير القصص اقل هذا نذكر انا هو اللي يقول انا ديال النداء يمد لي غير التنين ولا ولي راه خصو لي زر ان شاء الله هو اللي يقول انا الصبري غير البرنامج ما جا داك صافي هو اللي يقول انا ارشي باغي نتشهر في الاستضافه انتشار اللي يتعاطى في النادي من المسؤولين من المسؤول الاول في الاقليم السيد عامل صاحب الجلاله في الاقليم رئيس المجلس الاقليمي بوسوت سي عبد الرحيم بوسوت كذلك رئيس المجلس البلدي والاعضاء ينسين دونك انتشار الجمعيات اللي ديتنا غير الضمان بالنسبه للترونسبور اخ نحتاج كل مره نسوق البيبان واخا سياكون نتشكر البنات اللي تقال المجهودات نتشكر السي عصام اللي يجي العمود الفقري النادي اللي حقيقه واخا نتشكر الزلقطه ديال الارضي في حالتي ولاد سي شمل نتشكر كذلك المكتب نتشكر المكتب اللي تعاون تجيب بنز باش النادي هذا يدور يبيد ان شاء الله هذا سلام سكورو الحمد لله كبار سنمير الدشكا ولا مرحبا بالسي بريك كل الشكر بعدا استضافه عطيتي لي ساعات لي الشرف عندك محاضر الاضافه للسي عبد الهادي يرتشكر المجلس البلدي بجميع المكونات المجلس الاقليمي السيد العامل كل غيورين على العاب القوى في البلاد اشكر بزاف المكتب المسير النادي حيت الحمد لله يعني ريازن دارت نيه الرغبه دارت نيه يعني دارت نيه الاهداف الحمد لله يعني نسطرت من المجموعين ان شاء الله نكرت وعده يعني الجمهور الغيورين في العاب القوى بانه ان شاء الله ايمن تانوت رد صوغ ابطال ان شاء الله عالميين خلي سكينة الساعه بلادي رد يورد القهوه طمس بين سبور رتنا التواسيم غدرتنا التحيه غدرتنا البوشره غدرتنا الاسماء ان شاء الله غيقدر يتحقق في اقرب وقت ممكن شريطات اغليمي يمكن الدعم سواء المادي سواء المعنوي قول الدعم انا ما جاتنيش كي الدراري كنا لو بليزير نا كي نسكننا كنا نري كان مكتب ولا مدرب ورا نتضرب والو كنا نري والو لا ماديا لا معنويا نري والو كان غير فرحانات تستافد الكم ديال المستوى فرحان سيسنا يدار فرحت سيسنا كون اللي كان مدرب نسند نكون اللي انا غنكتب المسير كبار سني مير بعد نرجع عند البطل المغربي سي وسيم اخر كلمه شكرا بزاف كنشكرك انت كمستضيف لهاد الحلقة هادي وكنشكر بزاف المكتب المسير وكنشكر بزاف العائلة ديالي اللي كتساندني لا ماديا لا معنويا وحاجة بينا ملي كتوصل لواحد النيفو راه مغاديش تنسى البلاصة اللي جيتي منها والناس اللي عاونوك ان شاء الله راه واجب ان شاء الله شكرا بزاف الله يحفظك السي وسيم كنشكركم بارك الله فيك الصبر هاد ما ديست مالت لي كنتي كيرا انت مسيرت نغسر لي خصا نسما نتنن تا لاستنين الغامس لي بارنس بركا نادي شباب امين تانوت لالعاب القوى راه سنتي انت نمير في الحضور نون ديت نغمس راديو امين تانوت انا سني مير تقني نغل الفنان نبيل الكاد محافظ رضوان ايوب المنسق عمر لاديار هاوكني نغينا يا غير دارت مسيرتي هاد نيني اختي ربي كنا في الديميكرو ماري شكرا